بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الأطهار الغر الميامين وعلى تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مندوبة راعي الحفل الأستاذ الدكتور إسلام مساد رئيس الجامعة، عطوفة الدكتورة ريم الخروف مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، معالي الدكتور أحمد دوغان الهنداوي، سعادة الأستاذ جميل النمري، عطوفة الدكتور خالد الوزني، سعادة الأستاذ دكتور نظام بركات، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، أيها الحفل الكريم، أهلا وسهلا بكم في هذه الأسبوحة اليرموكية المتميزة التي تتميز بوجودكم ومشاركتكم لنا في مائدتنا المستديرة المنعقدة من خلال تطبيق زوم، والتي تحمل عنوان استشراف المستقبل وواقع اللجوء، والتي تهدف ونهدف من خلالها لوضع خارطة طريق للعمل باتجاه المستقبل، باحثين عن نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص التي أوجدتها أزمات اللجوء المختلفة خاصة في السنوات الأخيرة، وتحديدا موجة اللجوء السوري. هنا في اليرموك يملأنا الإيمان بأن العمل هو العنوان الرئيس لكل المؤسسات الوطنية الجادة، ومن هذا الإيمان نخطو الخطوة تلو الخطوة نحو المستقبل، فنقرأ الواقع ونبحث في تفصيلاته بحثا عن الطريق الواضح للمستقبل، والذي ننيره بالبحث والدراسة والنشاط المنهجي واللامنهجي تحديدا لأهداف اليرموك ورؤية الوطن وقيادته الهاشمية. ومن هنا فاسمحوا لي أن أترك الكلمة للدكتورة ريم الخروف، مندوبة راعي الحفل الأستاذ الدكتور إسلام المساد، وهي مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة. دكتورة ريم تفضل. صباح الخير وأهلا وسهلا بالجميع، هذا ترحيب من القلب إلى القلب، والآن رح يكون الترحيب الرسمي كمندوبة عن الدكتور إسلام المساد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الأكرمين. أما بعد، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، المشاركون والمتحدثون الكرام عبر تطبيق زوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور أحمد ذوقان الهنداوي وسعادة الأستاذ جميل النمري وعطوفة الدكتور خالد الوزني وسعادة الأستاذ الدكتور نظام بركات الذين يساهمون اليوم بهذا الجهد البحث الوطني الذي نستعرض من خلاله مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموضوع هذا اللقاء، وهو استشراف المستقبل وواقع اللجوء، بهدف الوصول إلى معالجات وحلول قائمة على الخبرة والتحليل والربط الدقيق بين واقع الحال والخطى باتجاه المستقبل. واسمحوا لي أيضاً أن أنقل لكم جميعاً تحيات وتقدير الأستاذ الدكتور إسلام مساد رئيس الجامعة، الذي كلفني بأن أنوب عنه في هذا النشاط بسبب ارتباط طارئ لدى عطوفته. وهنا لا بد من التأكيد على أننا في جامعة اليرموك نولج جهد البحث كل اهتمام، وإننا حريصون على تقديم جهد نوعين في هذا المجال من خلال جميع الأدوات الممكنة من مراكز بحثية وبرامج دراسات عليا ومشاريع تنموية حقيقية، كما أننا في المركز حريصون للحرص على أن نعمل بجد واجتهاد لتحقيق هذه الرؤية بما ينسجم مع الجهد الملكي للاهتمام بقضايا اللجوء ورعاية اللاجئين
والعمل معهم لحماية وصناعة المستقبل من المصلحة الوطنية العليا. ختاماً، أشكر الدكتور رئيس الجامعة على هذه الرعاية للحفل ودعمه المطلق للمركز، كما أشكر الزملاء في مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القصرية للإعداد والتجهيز لهذه الفعالية، بالإضافة إلى مديري جلسة دكتور طارق الناصر والدكتورة فداء العبادي. كما أننا في المركز سنظل نعمل مع كل الشركاء على تعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في المنطقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونهاية، أود أن أطلق شعار المركز من هذا المنبر: معا نستطيع. شكرا لكم. شكرا عطوفة الدكتورة. أصحاب معالي والسعادة الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا الكرام الذين شاركونا لنتمكن معهم بمقارنة وجهات نظرهم المختلفة للحصول على رؤية أوسع حول استشراف المستقبل في ظل واقع اللجوء وعلى المستويات المحلية والدولية. وهم معالي الدكتور أحمد دوغان الهنداوي، عضو مجلس الأعيان ووزير الصناعة والتجارة الأسبق وخبير استشراف المستقبل والجودة الإدارية والمؤسسية. سعادة الأستاذ جميل النمري، عضو مجلس الأعيان والكاتب الصحفي وصاحب الخبرة السياسية الطويلة. عطوفة الدكتور خالد الوزني، المستشار والخبير الاقتصادي وصاحب الخبرة الاقتصادية الكبيرة التي شغل خلالها عدة مواقع، كان آخرها رئيس هيئة الاستثمار الأردني. وسعادة الأستاذ الدكتور نظام بركات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك والباحث المتميز في مجال الاقتصاد والسياسة الدولية. فأهلا وسهلا بضيوفنا الكرام وبالحضور الكريم الذي يبعث فينا طاقة في هذا الصباح وعنفوانا للعطاء والقدرة على العمل، ومعهم وبهم سنعمل بجد وبإخلاص. ولنبدأ فعاليات جلستنا، اسمحوا لي أن أنقل الحديث لزميلتي الباحثة في مجال الدراسات المستقبلية واللجوء الدكتورة فداء العبادي، ليكون السؤال الأول في هذه الجلسة بين يديها. لكن بعد أن أؤكد على أن حواريتنا ستكون على ثلاث مراحل، سنخصص المرحلة الأولى والثانية للحوار المباشر بين بيوت الخبرة من ضيوفنا الكرام، والمرحلة الثالثة ستكون ليتفضل الحضور الكريم بطرح أسئلتهم ومداخلاتهم إن وجدت، وسيكون ذلك من خلال رفع الأيدي من خلال تطبيق زوم أو بكتابة الأسئلة من خلال التعليقات أيضا على هذا التطبيق. الدكتورة فداء، الحديث لك، تفضلي. ضيوف الكرام، يسعدني وبكل حفاوة أن أحييكم بتحية يرموكية ملؤها التقدير والاحترام، وأقول لكم أسعد الله صباحكم وأهلا وسهلا بشخصكم الكريم. الحضور الكريم، بداية سيأخذنا النقاش إلى وجهة نظركم ورؤيتكم بإمكانية الربط بين واقع اللجوء وبدراسات المستقبلية في الدول المتأثرة بموجات اللجوء. بصيغة أخرى، كيف يمكن توظيف الدراسات المستقبلية لإدراك تبعات ما يمكن أن يصل إليه واقع اللجوء تحديداً الأردن، ونحن على علم واطلاع بأن الدراسات المستقبلية لا تزال محدودة جداً في الوطن العربي. نترك الحديث لكم، فلتتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. العفو يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورة فداء ودكتورة ريم ودكتور طارق على هذا التقديم، واسمحوا لي في البداية أن أتقدم لكم جميعا بالشكر الجزيل والموصول على جهودكم الدؤوبة والموصولة في طرح كافة المواضيع التي تشكل هم أكبر للوطن وتحديات كبرى يجب على كافة المعنيين أنهم يناقشوها بكل شفافية من أجل محاولة الوصول إلى مقترحات وتوصيات قابلة
للتنفيذ بإذن الله في المستقبل. فكل الشكر لجامعة اليرموك، هذه الجامعة العتيدة، وعطوفة الدكتور إسلام المساد على هذا الجهد الموصول، الجهد لمركز اللاجئين والنازحين والهجرة القصرية برئاسة أختي العزيزة الدكتورة ريم الخروف على هذا الجهد المميز، ولأخي الدكتور طارق والدكتورة فداء على هذا الجهد وعلى هذا التقديم. يا ستي، حتى وأيضا أريد أن أشكر، أنا عم بتفرج على الأسماء القامات الوطنية سواء المشاركين في هذه الندوة، أخ العين الأستاذ جميل النمري، الدكتور خالد الوزني، الأستاذ الدكتور نظام البركات، والأخوة الحضور، كلها قامات وطنية، وأنا متأكد أنه من خلال هذه الجلسة أنا سأستفيد بشكل كبير من خلال هذه المعرفة الثرية وهذا المخزون الكبير جدا من العلم والمعرفة والخبرات اللي إن شاء الله إنها ستثري النقاش. دكتورة، بالنسبة لسؤالك وبالنسبة لعنوان الورشة والدائرة المستديرة، الطاولة المستديرة، في عنا شقين من الموضوع، من العنوان الرئيسي. الشق الأول يتعلق باستشراف المستقبل، وأنت تطرقتي له على موضوع الدراسات المستقبلية اللي هي المدخل الرئيس لعملية استشراف المستقبل، والشق الثاني اللي هو واقع اللجوء ونظام إدارة اللاجئين العالمي لغاية الآن اللي معتمد من الخمسينات، فكيف يمكن أنه يستخدم ونستطيع أن نستغل ونطبق مبادئ ومفاهيم استشراف المستقبل والدراسات المستقبلية من أجل محاكاة هذا التحدي الرئيس اللي مش فقط الأردن يواجهه ولكن العالم بأسره يواجهه. نعم، الأردن هو ثاني أكثر دولة في العالم من حيث عدد اللجوء نسبة إلى عدد السكان، ولكنها أزمة وتحدي عالمي منذ الخمسينات وما زالت مستمرة وستستمر في المستقبل المنظور والمستقبل البعيد. خلينا نطلع على شقي العنوان الرئيس لهذه الورشة، استشراف المستقبل، Future Foresight، علم وفن ظهر خلال السنوات الأخيرة وتم التركيز عليه خلال السنوات الأخيرة، وصار يحاكي مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية اللي هي موجودة من السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. ولكن بالرغم من أنه لفيوتشر فورسايت والاستراتيجيك بلانينج والاستراتيجيك مانجمنت نظرتهم الاثنين مستقبلية، ولكن هنالك كثير من التشابهات، ولكن هنالك بعض الفروقات الرئيسية اللي يركز عليها علم وفن استشراف المستقبل أكثر من التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية. الفرق الأول والبعد الأول هو الإطار الزمني. عادة لما نحكي بعلم التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية، أبعد عنصر وأبعد مكون هي الرؤية، وعادة الرؤية تكون إلى 10 أو 15 سنة قادمة، بينما لما نتحدث عن الفيوتشر فورسايت نحن نتحدث عن 30 و40 و50 سنة قادمة. الإطار الزمني والبعد الزمني التايم سبان هو أكثر بكثير من مفهوم التخطيط الاستراتيجي. البعد الآخر إنه بالاستشراف المستقبل نحن لا نكون محكومين بواقع الحال، نحن يجب علينا أن نتطلع إلى مستقبل مبدع مبتكر مش مقيد بالقيود الحالية الآن موجودة. بالتخطيط الاستراتيجي لا، بتعمل SWOT analysis، تحليل للنقاط القوة والضعف، بتعملي فرص وتهديدات، بتعملي فوركاست، نوع من التنبؤ، نوع من التوقع للمستقبل، وبناء عليه بترسمي خطك الاستراتيجي إلى المستقبل. بالفيوتشر فورسايت لا، بالفيوتشر فورسايت المستقبل لم يصنع بعد، نحن نصنع مستقبل جديد من خلال استقراء واستشراف المستقبل. فبدل ما النظرة تكون إنه المستقبل مرسوم ونحن علينا أن نتوقعه ونتعامل معه، بالفيوتشر فورسايت لا، نحن نصنع التغيير، نحن نصنع واقع جديد غير موجود من الآن. فالنظرة ما بتكون من الداخل إلى الخارج، لا، بتكون
أين أريد أن أكون بعد 10 و15 و20 سنة، بغض النظر، نعم أنا أنظر إلى التاريخ وأنظر إلى واقع الحال الآن، ولكن أريد أن أغير من هذا الواقع إذا هذا الواقع مش لا يخدم مصلحة كافة الأطراف المعنية. فهذا الشق، فروح المبادرة، روح الإقدام، روح أنك تصنعي واقع جديد غير موجود حالياً وما كان موجود للستين سنة الماضية. عم بحاول أربط مع موضوع اللجوء حتى أدخل على الشق الثاني. هذا هو استشراف المستقبل، والمدخل الرئيس فيه هي الدراسات المستقبلية بغض النظر عن الأداة المستخدمة، دلفي ميثود أو برينستورمينج مثل ما إحنا الآن قاعدين، أو غير سيناريو بيلدينج أو ريسك أسسمنت. بغض النظر ما هي الأداة المستخدمة، الدراسات المستقبلية هي مدخل إلى هذا الاستشراف الذي نريد والذي نريد أن نصنع. الشق الثاني من العنوان هو واقع اللجوء والنظام العالمي لإدارة اللجوء خلال 60 سنة الماضية. اهتمام العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان على واقع اللجوء، وصدر ميثاق الأمم المتحدة للاجئين في عام 1951 اللي وضح الإطار العام لكيفية التعامل مع هذا التحدي الرئيسي. اللاجئ الذي يترك وطنه لأنه يخشى على حياته وعلى أمنه وعلى حياة وأمن أهله وأسرته بسبب ما يؤمن به، بسبب ما يمثل، سواء من دين، من عرق، من معتقدات سياسية، يذهب إلى يترك موطنه الذي ولد فيه ولد في آبائه وأجداده، ويلجأ إلى دولة أخرى من أجل أن يحصل على الأمان والحماية له ولأسرته. فهو واقع مفروض عليه. هذا النظام خلال 50 سنة الماضية بنظر المتواضع لم يثبت فاعليته، لم يثبت جدواه. بس بنهي بجملة أخرى، إنه بنظري إنه بعد هذه التجربة من 60 سنة اللاجئ يعيش بفقر مدقع، لا يستطيع أن يؤمن احتياجاته واحتياجات أسرته. الدولة المضيفة تستقبل بصدر رحب من البداية، ولكن تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة على مر السنوات، فبصير أكثر النظرة إلى اللاجئ على أنه عبء أكثر من أنه مورد. والجهات الممولة والدول العالمية أيضا تشعر مع مرور الوقت بالتثاقل من أنها تدعم الدول المضيفة. فهذا الواقع من خلال استشراف المستقبل بنظر المتواضع يجب أن يتغير في المستقبل. دكتور شكرا جزيلا. رح نتحدث عن تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالتحديات اللي تخلقها موجات اللجوء المختلفة، وبدي أنتقل للأستاذ جميل النمري، ومن واقع الخبرة السياسية والعمل الصحفي، كيف تنظر إلى أهمية استشراف المستقبل فيما يتعلق بواقع اللجوء والتحدي الأبرز ربما الذي يجب أن ننتبه له خلال المرحلة القادمة وفي التخطيط الاستراتيجي ودراسة ما يجب أن يكون عليه الحال، سواء كان على مستوى المحلي أو ربما الدولي؟ تفضل أستاذ جميل. شكرا أستاذ طارق، بصب عليك وعلى الضيوف الكرام جميعا، ويعني أكمل من حيث انتهى الدكتور معالي الدكتور أحمد ذوقان بالنسبة للدراسات الاستشرافية والدراسات المستقبلية. هي أصبحت منذ زمن طويل شيئا هاما في حياة الدول وفي عالم أصبح قرية كونية، والجميع يتأثر بالمشاكل التي تحدث في أي مكان، فما بالك عندما تكون في محيطك الإقليمي بل في الجوار مثل الأزمة السورية. الإجابة هي بما قمتم أنتم به في جامعة اليرموك، وهو إنشاء مركز متخصص لقضايا اللجوء والدراسات المستقبلية. هذا ما نحن بحاجة إليه، والأفكار والإرث الموجود في هذا المجال واسع جدا، ويمكن الاستفادة
منه. فوجود هذا المركز في المحتضن من جامعة اليرموك العريقة في الواقع هو خطوة ممتازة ويجب أن تباشر عملها فوراً، وأعتقد يمكن أن تصبح مرجع وطني بالتشبيك مع الجهات الرسمية المسؤولة من أجل إنشاء دراسات مستقبلية في قضايا اللجوء اللي الأردن على وجه الخصوص الأكثر تأثراً بها، وكما قال معالي الدكتور أحمد نحن ثاني أكبر دولة في العالم مستضيفة للاجئين بالنسبة إلى عدد السكان، ونعيش في محيط إقليمي متقلب، أزمات متوالية. إحنا من أزمة اللجوء الفلسطيني إلى العراقي إلى اللبناني إلى الكويتي بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، يعني شهد الأردن ربما بمعدل كل عقد موجة لجوء كبيرة. وهنا يمكن للمركز أن يلعب دورا مهما في وضع التوقعات ووضع السيناريوهات المحتملة لمواجهة هذا الوضع، لأنه أخي طارق والأخوة الضيوف الكرام نحن تعاملنا مع كل موجة لجوء بنظام الفزعة ومواجهة الأمر الواقع وابتداع لحظي للمعالجة التكيف واستيعاب موجات اللجوء لا يجب أن يستمر بهذه الطريقة، يجب أن يكون هناك خطط وسيناريوهات للتعامل وأيضا سيناريوهات توقعية لاحتمالات اللجوء من أي مناطق وحجم هذا اللجوء وكيفية التعامل معه، لأنه إحنا أيضا محكومين بالاتفاقات الدولية مع منظمة الأمم المتحدة للاجئين ومع اللجوء السوري الذي لم نتوقع حجمه ولم نتوقعه بالأساس، قمنا بالتعامل على أساس الأخوة والجيرة وفتح الحدود للاجئين، ثم بدأنا يعني نتعامل ضمن بروتوكولات معينة وهذه أنشئت في حينه. لذلك بالنسبة للموضوع الأول وهو موضوع الدراسات المستقبلية في قضايا اللجوء، أعتقد أنه يعني الإجابة هي فيما قمتم به المركز الذي نأمل ينشط سريعا جدا ويستعين بالخبرات الضرورية من أجل إنشاء دراسات مستقبلية تخص الأردن في ضمن الظروف الخاصة به. هذا بالنسبة للموضوع الأول. بما يتعلق أنا بدي يعني أعمل مدخل مباشر لموضوع الأردن واللجوء وخصوصا اللجوء السوري، يعني موجات اللجوء الأخرى قتلت بحثا وهي جاهزة، اللجوء السوري هو المشكلة التي ما زالت مستمرة وما زالت بحاجة إلى حلول، وهذا يشمل جوانب عدة نحن رأيناها في تعامل الجهات الدولية مع الأردن، مثلا مطالب تشغيل اللاجئين السوريين، ربط التصدير من المناطق الاقتصادية المؤهلة وبعضها أنشئ خصيصا للتعامل مع قضية اللجوء مثل منطقة المفرق، اشترط الاتحاد الأوروبي توظيف ما لا يقل عن 15% من اللاجئين السوريين في هذه المشاريع. كيف يكون أثر ذلك وهل نستطيع أن نقوم بذلك؟ نحن وجدنا أنفسنا أمام أمر واقع مفروض، ويعني لم يكن هناك دراسات أو إحصائيات مؤكدة حول حجم العمال السوري المتوفرة، أين تتواجد،
على سبيل المثال الإحصاءات الأمم المتحدة كانت تشير إلى أنه أولاً 83% من اللاجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات، يعني يعيشون في المجتمعات المضيفة خصوصاً في الشمال محافظة إربد ومحافظة المفرق، وهؤلاء كانوا منخرطين سلفاً في الأعمال. هل يحسب هؤلاء ضمن النسبة المشغلة من العمال؟ ثانياً ليس جميع اللاجئين السوريين مسجلين في لوائح منظمة الأمم المتحدة للاجئين، يعني في حوالي 700,000 لاجئ، ولكن تقديرات الأردنيين بتقول في 1200 لاجئ، لأنه في جزء دخلوا بطريقة طبيعية مش بالقنوات غير الرسمية أو عبر الحدود، ولكن دخلوا بطريقة شرعية، وهؤلاء جميعا لم يحسبوا ضمن اللاجئين، ولكن معظمهم يد عاملة ويشتغلوا في السوق الأردني. والنسبة المقدرة للعمال السورية في إطار العمال الكلية في الأردن تزيد عن 10% من السوريين فقط. العمال السورية من الشباب بتشكل 68% من المشتغلين، والباقيين عاطلين أو متوقفين، خصوصا النساء. أنا بقول 68% من الذكور في الحقيقة، لأنه النساء العاملات قليلة جدا، وبالتالي متوسط النسبة تهبط إلى حوالي 40% من اللاجئين السوريين هم عاملون في الأردن. هذا إلى جوانب الإشكالات الأخرى، ولكن يعني في العلاقة مع الجهات الدولية هناك مشكلة في توفر المعلومات والخطط والرؤية والمعايير الموضوعة سلفا من البلد المضيف. يعني نحن كنا نتلقى الأثار دون أن يكون لدينا خطط جاهزة ومسبقة للتعامل مع هذا الموضوع، نتعامل بها مع الجهات الدولية. شكرا جزيلا سعادة الأستاذ جميل، وننتقل بالسؤال إلى عطارة الدكتور خالد الوزني، فليتفضل. دكتور خالد موجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ستي معك. بداية أثني على من سبقني بالشكر والتقدير لجامعة اليرموك، الجامعة العزيزة على قلوبنا جميعا، أيضا لمركز دراسات اللاجئين والهجرة القسرية الذي أنشئ أصلا قبل قضايا اللجوء السوري ليكون أحد أدوات استشراف المستقبل للتعامل مع كل ما يتعلق بالآثار المرتبطة باللجوء في الأردن. كل الشكر والتقدير للدكتور طارق الناصر، وبالتأكيد للدكتورة ريم الخروف على إصرارهم وأن أكون معكم في هذا اليوم حتى أستفيد وأحاول أن أقدم بعض الاجتهادات. وأنا سعيد أن يكون معي في هذه الجلسة قامات مثل معالي الدكتور أحمد الهنداوي الذي نعلم منه الكثير في استشراف المستقبل والتميز في الأداء، وأيضا أستاذنا الحبيب العزيز الغالي دكتور نظام بركات، وطبعا القامة الأردنية التي أعتز فيها أيضا أخي العزيز الأستاذ جميل النمري، وجميع المشاركين حتى بالسمع والمداخلات. وشكرا دكتورة فداء. يبدو أن أنا فهمت أنه راح أحكي بالبداية على الاستشراف ودوره، وبعدين نحكي على الجانب الاقتصادي، ولا أدمج الاثنين مع بعض؟ يعني لكم الخيار عطوفة الدكتور، لكن يعني أحببنا أن يكون السؤال الأول عاما حتى نتمكن من خلال الدخول إلى تفصيلات أكبر. ذلك أفضل. طيب أنا الحقيقة أحاول أن أجتهد فأقول أنه موضوع الاستشراف كما أشار معالي الدكتور أحمد هي ليست عملية تنجيم، أو ليس عملية تنجيمية مبنية على الهوى أو على القدرات الشخصية، بقدر ما أنه هو عبارة عن علم بحد ذاته يقوم على مجموعة من المعطيات. واسمحوا لي أني أشارك معكم
تو سلايدز بيتحدثوا عن الموضوع باجتهادي الشخصي عن هذا الموضوع، عن موضوع الاستشراف بحد ذاته. موضوع الاستشراف لما نتحدث فيه نتحدث حقيقة بهذا الهرم اللي أنا اجتهدت أن يكون أمامه. اليوم هرم المعرفة والرشاقة والاستشراف يقوم على مدى توفر البيانات، وهذا لن يستطيع أن يقوم فيه إلا الأكاديميين العلميين اللي لديهم أفق بكيفية استخدام المعلومة وتطويعها لأهداف مستقبلية. هذه المعلومة تتحول إلى معرفة عبر التحليل بأشكاله المختلفة، وهذا التحليل لن يؤتي أكله إلا إذا كان هناك الحكمة والفراسة الكافية لتفسير معطيات البيان والمعلومة والمعرفة التي تكونت. من ذلك يأتي على رأس الهرم الاستشراف والرشاقة المستقبلية، والرشاقة بمفهومها اليوم التي تعني ليس الحجم بقدر ما هو سرعة الاستجابة، القدرة على التحول من الأزمات إلى الفرص، والقدرة على إعطاء ما يسمى policy implications، انعكاسات السياسة لصانع القرار. وخليني شوي أكون صريح أكثر بأني أقول إنه موضوع الاستشراف يحتاج إلى القاعدة العلمية الحقيقية، وهذا ما ينقصنا في كثير من تعاملاتنا مع القضايا الأردنية بشكل عام. للأسف الشديد المهنية قليلة في الأردن، أو قليل الاعتماد عليها حتى أكون أكثر دقة. اليوم كم من الحكومات طلبت من هذا المركز الطيب كما أشار الأستاذ جميل أن يقدم استشرافاً للمستقبل دور أو أثر أو كيفية التعامل مع اللجوء السوري وغيره من اللجوء في دولة كما أشرتم تعتبر الثانية في نسبة إلى السكان في استقبال لاجئين، والخامسة في العالم بالرقم المطلق بالنسبة للجوء، وهذه أرقام حقيقية على أرض الواقع. اليوم عندما جاء وباء كورونا كوفيد 19 تم تشكيل ما يسمى بلجنة أوبئة. هذه اللجنة حتى تعطي سياسات مستقبلية أو كيفية التعامل مع هذا الأمر، كما أن الخوف من الوباء أدى إلى لجنة أوبئة من المختصين، كان من المفروض أن تكون هناك أيضاً لجان مختصة ودور معرفة وثينك تانكس مثل المركز اللي في اليرموك وفي بعض الجامعات فيها دراسات مستقبلية ومراكز دراسات مختلفة، ليعطي صانع القرار المعلومة التي تساعد على مناقشة كيف نتعامل مع هذه الأزمة مع حتى الدونرز، مع الهيئات الدولية التي تقدم العون والمساعدة. وتحدث الأستاذ جميل عن جوردن كومباكت أو الميثاق الأردني مع أوروبا حول كيفية إدماج اللاجئين والاستفادة من ذلك ماديا للأردن. هذا يقودنا بأنه الحاجة إلى المهنية تستدعي الحاجة إلى استخدام موارد الجامعات من أساتذة متخصصين قادرين على أن يقدموا علم مبني على الحكمة والفراسة والاستشراف الحقيقي بناء على البيانات والمعلومة والمعرفة التي يقدمونها. هذا بيقودنا أنه موضوع الاستشراف يحتاج إلى مجموعة مسرعات حتى تستطيع الدول أن تصل إليه. وأهم مسرع يمكن اللي حكى الدكتور أحمد في البداية حول موضوع الرؤية والرسالة والاستراتيجية حتى تستطيع أن تبني للخمسين سنة القادمة. وأذكر الجميع يمكن بعضكم اطلع، بعد الحرب العالمية الثانية في 45 طلعت مجموعة كبيرة من الدراسات تتحدث عن ما يسمى The New World Order، العالم الجديد وكيفية التعامل معه، وكانت تستشرف 50 القادمة، بمعنى أن موضوع الاستشراف ليس موضوع جديد اليوم يجب أن نلجأ إليه، هذا موضوع أساسي لن تكون فيه إلا دور العلم والدراسات ومراكز العصف الفكري وخزانات الأفكار think tanks. طبعا اليوم الاستشراف مسرعاته الطاقة الرقمية والقواعد البيانات الموجودة، لأنه اليوم كل بتحدث عن الانترنت of things والbig data وanalysis وما شابه، ولكن الأهم من ذلك، أهم مسارع هي التشاركية مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الدولة. إذا أردت فعلا أن تكون مستشرفا
للمستقبل. بمعنى أن أنا في النهاية أريد أن لا أطيل أكثر من ذلك لأقول أنه لن تستطيع أي دولة أن تتعامل مع أي أزمة، سواء كانت نتحدث عن أزمة اللاجئين أو أي أزمة اقتصادية أو اجتماعية، إلا عبر دراسات استشرافية حقيقية يقوم بها المختصون. وهذا ما ينقصنا في الأردن، علينا أن نعترف فيه. وأنا بستطيع أقول أني من بين 2012 و2014 أنا شخصياً أنتجت 3 دراسات تتعلق باللاجئين السوريين، تحدثت في الدراسة 2014 عن استشراف مستقبل التعامل مع الأزمة السورية بشكل واضح في الأردن وأعباءها المالية والاقتصادية ومنافعها، حتى تحدثت عن cost benefit analysis وتحدثت عن ما هو مطلوب. ولكن السؤال، من قرأ هذه الدراسة ومن استعان بها؟ لا، بل أن في حالة من الحالات، يعني لا أخفي سر أن إحدى الوزارات أو الوزراء أخذ موقف ولامني لوم شديد على أني قمت بدراسة تتحدث عن أرقام وكأنني أعرض الأردن إلى ما لا يمكن أو ما هو ليس مطلوب. أكتفي بهذا القدر وسأعود إلى الجزء الاقتصادي، لدي بعض الشرائح التي قد تساعد في فهم ما هو مطلوب. أشكركم مرة أخرى على الدعوة الكريمة وسأستفيد أكثر بالمناقشة. شكرا. شكرا جزيلا دكتور. وأنتقل إلى الأستاذ الدكتور نظام بركات. دكتور نظام، هل يمكن فهم واقع الدراسات المستقبلية وواقع اللجوء وتبعات اللجوء في الأردن، لكن من وجهة نظر سياسية؟ وأنا أعرف وأعلم جيدا أنك من المحنكين في موضوع اللجوء، تحديدا اللجوء السوري والحوار بين الشمال والجنوب، لذلك أنا تطرقت إلى الجانب السياسي تحديدا. فلتتفضل دكتور. دكتور نظام، لو سمحت تفتح المايك. دكتور نظام ما سمعنا والله. مفترض انه مفتوح، انا عندي هيك الان. الصوت مسموع؟ نعم دكتور مسموع، تفضل. ماشي. فانا اقول اشكر الدكتورة فداء العبادي، وهي يعني فعلا احدى طالباتنا التي اتجهت نحو الدراسات المستقبلية ودرست في اليرموك، وبالتالي كان لنا تعامل معها، وكان بجوز يعني خلينا أشير لأصحاب الحق، يعني الدكتور وليد عبد الحي هو من الدكاترة المشهورين في الأردن وعلى مستوى الوطن العربي في مجال الدراسات المستقبلية. وبجوز زي ما أشار الدكتور خالد الوزني زميلنا، إنه يعني هناك كثير من الكتابات التي وجدت في مجال الدراسات المستقبلية، وأينما بحثت ستجد، حتى تكرار للإسم، ولكن السؤال من يقرأ هذه الدراسات؟ هل اطلعنا على الآليات التي تستخدم فيها الدراسات المستقبلية حتى نصل إلى النتائج المطلوبة؟ نقطة البداية كما أشار الدكتور طارق، يعني ليس المهم فقط أنه نتنبأ، يعني التنبؤ، حتى التنبؤ العلمي، الدراسات العلمية أنت ترصد ظاهرة لتعرف إلى أين تسير، وبالتالي هو الدراسات الاستشرافية وشيء تقوم على محاولة الوصول إلى تصور لخصائص ظاهرة معينة في فترة زمنية قادمة، يعني في المستقبل كيف ستكون. ولكن قد يكون الأهم من ذلك كيف نخطط للتعامل مع هذه الظاهرة. لذلك يعني احنا اقل ما يمكن، يعني انا احب ادرس ماده الفكر السياسي، ويعني منذ زمن من الاشخاص المشهورين في هذا المجال وقديما ليس حديثا، يعني ميكافيلي، نيكولا ميكافيلي، بيقول انت مش ضروري انك تتنبأ بما سيحدث، المفترض أن تتدخل في ذلك المستقبل اللي هو لسه ما إجا لتغييره كما تريد. ولذلك يعني كتاب الأمير كله توصيات للمستقبل لمحاولة التحكم بالمستقبل وليس رصد المستقبل مشان تعرف إيش اللي بده يصير. لا، بقول لك عرفت اللي بده يصير، المفترض أن يكون عندك القدرة على تغيير هذا المستقبل. طبعا ما تستنى حتى يصير، ممكن أن تبدأ من الآن في تغيير هذا
المستقبل. ولذلك في الدراسات المستقبلية وكما ورد في كثير من الدراسات ولك هناك نمطين في التعامل مع الدراسات المستقبلية. النمط الأول اللي هو النمط المعياري اللي هو بيحاول يعني يهتم بتخطي المستقبل الممكن تحقيقه إلى رسم صورة المستقبل المطلوب تحقيقه، يعني ماذا نريد من هذا المستقبل، وبالتالي إحنا نبحث عما يجب أن يكون. وهذا نمط من أنماط الدراسات المستقبلية، يعني هو يرصد الظاهرة ويحاول رسم صورة لها ولكن كما يريد صاحب القرار، صاحب الدراسة، الدولة المعنية. النوع الثاني اللي هو لا يكتفي باللي هي الدراسات الاستكشافية أو كذا بتحليل الظاهرة، دراستها قد تكون حتى في المدى الماضي لتحديد الترند أو الاتجاهات كيف ستؤول إليها في المستقبل. فأنا أمام نمطين، واحد يصور لي الواقع من اعتمادا على المعلومات وتوفر وآليات معينة يعني اللي هي النماذج وغيره لرصد المستقبل لمعرفة مستقبل هذه الظاهرة، وهذا يتضمن دراسة الأوضاع القائمة، تحديد البدائل، وتقييم الأثار المترتبة على هذه الاختيارات. هذا بالنسبة للنمط الاستكشافي. بينما الأول في الغالب يعني خلينا أسميه أنا إيش، هو تعبير سياسي، هو يعني في عملية انحياز. كيف ستكون الانحياز؟ من خلال أهدافك، يعني أنا صانع قرار، أنا أيديولوجي، أنا في الأخير أنا لي أهداف من الدراسات المستقبلية وسأسعى إلى تحقيقها من خلال الدراسات المستقبلية، يعني بما معناه أنني أسعى للتحكم بهذه الظاهرة لتسير وفق إرادتي أو لما يحقق المنافع لي أو أقل الخسائر أقل ما يمكن في دراسة هذه الظاهرة. الفكرة هنا إنه لدى صانع القرار أو السياسيين، أنا دائماً بنميز ما بين السياسي وما بين الباحث السياسي، ولذلك إحنا في علم السياسة نقول نحن ندرس علم السياسة. دائماً أسأل هذا السؤال، نحن ندرس علم السياسة، علم السياسة قائم على قواعد وقوانين صالحة لكل زمان ومكان وتم اكتشافه عن طريق البحث العلمي. أما السياسي فهو شخص في الغالب يعبر عن انتماءات معينة، عن مصالح معينة ويحاول التركيز عليها. فدائما في علم السياسة يختلف عن السياسي اللي هو صانع القرار اللي هو مرتبط حتى بعمليات معينة، يعني هو يعبر عن أيديولوجية معينة، عن طبقة معينة، عن فئة اجتماعية، عن دولة معينة. فبالتالي هناك انتماءات وهذه الانتماءات تجعله يبحث عن ما يحقق مصالحه أو منافع لدولته أو لحزبه أو لقيادته أو لغيره. فنحن اللي بحاجة، ولذلك وجود هذا المركز، يعني وأنا بجوز والله كنت على اتصال سابقاً مع هذا المركز منذ تأسيسه قبل 30 سنة، يعني هذا الكلام عملت في مجلس إدارة المركز، كان التركيز على إيجاد دراسات علمية، دراسات علمية. يعني هناك حكومية تتعامل مع قضايا اللاجئين، قضايا الهجرة القسرية، قضايا حتى كان في تغيير يعني مقترح لتغيير الاسم، وكنت أنا مصر وقتها يعني على أن يبقى الاسم كما هو، يعني خاص باللاجئين والنازحين والهجرات القسرية. وكان النقاش لماذا الهجرات القسرية، لأنه إحنا يعني في فترة تكوين هذا المركز كانت اللي هي هجرة الأردنيين من منطقة الخليج، فمن كان في أردني ويعيش في الكويت وهجر إلى الأردن أو تم إيش نقول يعني ترحيله أو كذا، السؤال هل هذا لاجئ؟ لا. هل هو نازح؟ لا، هو عبارة عن هجرة قسرية، يعني أجبر على مغادرة مكان إقامته إلى مكان آخر حتى قد لو كانت دولته أو الدولة التي ينتمي لها. فبالتالي هناك مبرر لهذا المسمى، يعني أنه هو في لاجئين وفي نازحين وفي هجرة
قصرية، والهجرة القصرية كثير من الدول الآن تعاني من هجرة قصرية. هجرة قصرية قد تكون إنه الناس الموجودين في بلد يطردوا، وقد يكون جزء منهم يعود إلى بلده، ولكن هي مش بخاطرة يعني. لذلك بنميز بين الهجرة القصرية والهجرة الطوعية. السؤال يعني بس على الهجرة، يعني في متغيرين أساسيين في قضية الهجرة، واللجوء والنزوح. يعني اللجوء والنزوح مرتبط بهجرة قصرية ليست هجرة طوعية. الهجرة الطوعية من يهاجر للعمل للدراسة أو كذا، يعني في الغالب في ظل ظروف طبيعية، بينما الهجرة القصرية سواء كانت هجرة قصرية أو لجوء أو نزوح هي ترتبط بمجموعة من العوامل، وفي الغالب يعني إذا بدنا نحلل أو بدنا دراسات علمية، الهجرة القصرية مرتبطة بعاملين: عامل طرد في المكان الموجود فيه الأشخاص، عامل طرد يعني أزمات اقتصادية، أزمات سياسية، حروب أو كذا، فالمنطقة تصبح طاردة لسكانها أو للمقيمين عليها. وهناك بالمقابل عنصر جذب، إنه لماذا هاجر هذا المواطن أو حتى الأجنبي اللي كان موجود في هذه الدولة إلى منطقة أخرى، لابد أو لماذا اختار هذه الدولة للهجرة. الآن كما نسمع إنه الكل بده يروح لأوروبا، طبعا هذا مرتبط بأسباب معينة لاختيار أوروبا كمكان للهجرة. إذن حتى وفي الغالب هذه الهجرة كانت معظمها من الجنوب إلى الشمال، وإحنا يعني كتبنا واهتمينا بفكرة حوار الشمال والجنوب على أساس إنه معظم المهاجرين جاءوا من منطقة الجنوب، بغض النظر عن يعني في من إفريقيا أو من آسيا أو حتى من أمريكا اللاتينية باتجاه الشمال، سواء لأوروبا أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. السبب يعني هناك عنصر جذب وعنصر طرد، وسنناقش هذه في مرحلة لاحقة. أنا يعني في نقطة الدراسات المستقبلية ومركز دراسات اللاجئين، أنا بقول يعني هو قد يكون المركز الوحيد في الأردن المختص بقضايا اللاجئين والنازحين، وهذا شيء مهم. يعني هناك تفكير علمي منذ البداية أن يوجد مركز أبحاث خاص بمثل هذه القضايا، ولاحظوا أنه يعني فعلا كان سابق لفكرة الهجرة السورية اللي هي خلقت مشكلة لاجئين الفترة الأخيرة. الأساس أن يكون هذا المركز هو مركز يعني معلومات ومركز دراسات. يعني المفترض إذا أنا بدي إحصائيات عن أعداد السكان، عن أعداد اللاجئين، مهنهم، ترتيبهم أو كذا، أن تكون من مهمات هذا المركز تجميع مثل هذه المعلومات في دراسات علمية أو غيره. نفس الكلام أن يكون هناك يعني دراسات، يعني أولا يجمع معلومات استكشاف، وفي نفس الوقت يضع دراسات، والدراسات هاي تربط بين ظواهر استقرار الناس أو دوافع الهجرة أو لماذا اختير هذه الدولة دون غيرها، فبالتالي هذه دراسات علمية. أنا ينجز حضرنا ندوتين ثلاثة ضمن عمل المركز، كان في مشكلة في تضارب المعلومات، لذلك أنا بقول يعني المركز المفترض يصبح مركزا علميا معتمدا للتعامل استكشاف ظاهرة يعني أو معرفة الظاهرة من خلال بيانات معلومات إحصائية دقيقة. طبعا هنا تتقاسم هذه العملية مع الأجهزة الحكومية، يعني وزارة الداخلية، البلديات أو كذا. المفترض أنه وفي إحدى الاجتماعات يعني المؤتمرات التي كانت للمركز وحضور رؤساء وزارات، كان هناك تضارب في أعداد اللاجئين الموجودين في الأردن، في أعداد النازحين، في أعداد، فبالتالي المفترض أنه يكون هناك مرجعية ومرجعية علمية يعني بناء على دراسة وتنسيق مع الجهات الحكومية حتى نحصر أعداد اللاجئين، وبعد ذلك المفترض أن يتبعوا دراسات علمية
وخاصة في مجال الاستشراف. ومن ننتقل لعملية الاستشراف سأضع مجموعة من العوامل اللي ممكن تلعب دور في عملية استشراف مستقبل اللاجئين السوريين بالذات في الأردن. نعم دكتور، شكرا دكتور نظام. وسأنتقل إلى سؤال آخر أطرحه على ضيوف الكرام، لكن لابد من الإشارة إلى أن إدارة الجامعة وممثلة بالأستاذ دكتور إسلام ساد رئيس الجامعة يحمل رؤية إيجابية متميزة باتجاه المركز، ونحن هنا كفريق عمل للمركز نحاول أن نعيد بناء استراتيجيات العمل في المركز بحيث نذهب حتى أوسع من أن نكون يعني باتجاه جمع المعلومات والدراسات فقط، وإنما جهة مرجعية تساهم في صناعة السياسات الحقيقية تجاه موجات اللجوء. وهذه الندوة ربما تكون واحدة من هذه الخطوات المهمة التي بدأتها الإدارة الحالية للمركز متمثلة بدكتورة ريم وفريق العمل ككل. نسعى لأن نكون جزءا من صناعة القرار فيما يتعلق بقضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية، وأيضا حريصين على أن يكون لبيوت الخبرة على اختلاف مستويات الخبرة والمجالات والقطاعات المختلفة دور في قراءتنا لما يحدث وربما ما حدث وإلى أين سنذهب من خلال هذه المنظومة ككل. لكن أيضا سؤالي الآخر للضيوف الكرام حول الاختلاف والخلاف في تقييم أثار اللجوء على الأردن والمنطقة، ربما تحديدا الأثار الاقتصادية. دائما ما نسمع من يقول أن هناك أثار إيجابية وربما أثار سلبية لبعض الآخر، وسنطرح الموضوع تفصيليا خلال هذه الجلسة، لكن أحببنا أن نبدأ من وجهة نظركم. هل تعتقدون أن أثر موجات اللجوء المختلفة وتحديدا آخر موجة لجوء هي موجة اللجوء السوري، هل كان أثرها على الأردن سلبي أم إيجابي، وتحديدا من ناحية الاقتصادية؟ هنا هذا السؤال. وهل سيكون هناك أثار سياسية واجتماعية واضحة لتحركات اللجوء في المنطقة وتحديدا باتجاه دول العالم المستضيفة؟ اليوم تحدثتم جميعا ربما عن هجرة المهاجرين باتجاه دول أخرى، فهل سيكون هناك أثار سياسية اجتماعية لهذه التحركات خلال العشر أعوام القادمة؟ وسأبدأ يعني بتغيير ترتيب أيضا الإجابات، وأبدأ من الدكتور خالد الوزني. دكتور خالد تفضل، ثم نعود لمتحدثين الكرام بذات السؤال. تفضل دكتور خالد. شكرا دكتور. يمكن موضوع الأثر الاقتصادي والاجتماعي سلاش إذا صح التعبير من أهم الأثار لازم نطلع عليها، لأنه في النهاية أنت بتطلع على موارد جديدة بقدر ما بتطلع على عبء جديد وصل، وبالتالي الحديث عن أنه الكلفة هي الشيء الوحيد اللي تأثرنا فيه مش صحيح، والحديث عن المنفعة المتعلقة باللجوء كمان بدون النظر إلى أعباءه قضية كمان يعني تحت المساءلة. أنا بدي أستأذنكم مرة تانية أرجع للشاشة، وبما أني في رحاب جامعة اليرموك لازم أحاول أتحدث عن الإطار العلمي للموضوع. لما تحدث عن الإطار العلمي والأكاديمي البحث للموضوع، أنت بتحدث عن دولة، ونحن لما مندرس بنقول أهم شيء ما يحدد ما تستطيع أن تنتج الدولة هو يسمى بالproduction possibility frontier أو منحنى إمكانات الاقتصاد، اللي هو في الآخر بيعبر عن مستوى يسمى aggregate supply curve اللي هو potential أو الطاقة الكاملة الكلية للدولة إذا كانت تستطيع أن تنتج بشكل أو بآخر. وبتتحدث في نفس الوقت
بعد ذلك لما نتحدث عن التوازنات نتحدث عن توازن مستوى العرض الكلي مع الطلب الكلي، ولكن دائما علينا أن ننظر إلى قضيتين. القضية الأولى إنه لما تتطلع إلى هذا الكيرف زي ما بنسميه في الاقتصاد، كل نقطة هي معناته إمكانات الدولة في الأجل الطويل بأن تنتج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات باستخدام الأمثل لطاقاتها. الشيء اللي علينا أن نعترف فيه أنه زيادة الموارد، لأنه بتعرف علم الاقتصاد مبني على ما يسمى مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، لما العوامل الأخرى تتحرك يعني يأتيك مورد بنسبة تصل إلى 10-20% من عدد السكان، وهذا المورد عبارة عن طاقات بشرية في النهاية، يعني أنت تنظر على الناحية الإيجابية وطبعاً تطلع كمان شوي على العبء على ذلك الأمر على الضغط على البنية التحتية، لكن من ناحية مواردية بحتة تجاك ما يقرب من زيادة في السكان وصلت إلى نحو 20% بشكل مفاجئ، معظمها طاقات إنتاجية بنسبة كبيرة قد تصل إلى 50%. هذا بيؤدي للانتقال المنحنى إلى اليمين، لأنه هذا بيسموه growth of resources، هذا علم بالاقتصاد هيك تم إثباته. لما بتطلع على مستوى الطلب الكلي والعرض الكلي بالدولة، أنت بزيادة هذا المورد أيضاً الأجريجيت ديماند سبلاي اللي هو محدد بتوازن معين بده ينتقل إلى اليمين كما هو واضح بالصورة على شمالكم. هذا الانتقال بيؤدي إلى ما يسمى بالفجوة التضخمية الناشئة عن الإكسس ديماند مقابل سبلاي محدد لسه ما أنتج. هون إحنا شعرنا فيه لما بلشت الأسعار ترتفع وأسعار المنازل، حتى زي ما تحدث الدكتور أحمد والأستاذ جميل أنه حوالي 56% من اللاجئين كانوا في مناطق الشمال في إربد والمفرق، والجميع لمس زيادة الأسعار اللي تمت هناك خاصة على الستيت على الأراضي وعلى المساكن وعلى حتى الطلب على المواد. هذه الزيادة السكانية المفاجئة إذا أردنا أن نعدل من هذا التضخم اللي حصل كان لازم يصير في شيفت مناسب بالأجريجيت سبلاي كيرف، يعني كان الأفضل أن تستغل الموارد المتاحة لديك التي أتت إليك بفكر التوازن بين الفرق بين قصة أني أنا أخذها كعبء وأزمة ضربت صاد وبالتالي مطلوب مني أني أحصل على مساعدات والمجتمع الدولي يقوم بواجباته، ولكن أيضا توازن آخر بأن هذه طاقات بشرية كبيرة جاءت، لماذا لا يتم استغلالها وإدماجها، خاصة كما تفضل جميل وأنا ذكرت في دراستي بال2014 أنه 82-83% من اللاجئين كانوا خارج المخيمات، وفي دراستي بال2014 وضعت في كل محافظات المملكة لدرجة أنه كان في 2% منهم في أقصى جنوب المملكة، يعني الانتشار كان بشكل كبير وواسع لعدة أسباب إحنا كلنا بنعرفها، ولكن هل تم الاستغلال الأمثل لذلك؟ حتى لما تحدثنا عن الجوردن كومباكت اللي وقع بناء على الاتفاقية الأوروبية، للأسف الشديد التخطيط إليه ما كانش مناسب، لأنه مرة تانية أنا بعتقد ما يتم التخطيط إليه في داخل أروقة صنع القرار الرسمي لا يعتمد على طاقات دراسية تأتي من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي ومراكز الدراسات، لأنه هذا اللي يستطيع أن يقدم للدولة رأي مستقل تستطيع أن تذهب في صانع القرار إلى اجتماعات في أوروبا أو اجتماعات هنا أو هناك، بعيداً عن الرقم، لأنه كما أشرنا الاستشراف ليس بيان ومعلومة ومعرفة فقط، لكن في حكمة وفراسة اللي هي مبنية على العلم الذي تعلمه الشخص وقدرته على الاستشراف التحليلي المناسب. لو أننا استغلينا فعلاً القضية بشكل استثماري اقتصادي كان فعلاً الأجريجيت سبلاي كيرف حصل فيه شيفت كما هو واضح على شمال الصورة، وكانت الأسعار ستنخفض والكميات ستزيد وسيؤدي ذلك إلى نمو اقتصادي أفضل مما شهدناه، لكن ما شهدناه كان متواضع للغاية، وبالتالي هذا يشير بشكل واضح بعلم الاقتصاد أننا لم نقم باستغلال الأمثل لهذه الطاقات، علما أننا تحدثت في 2012 و2014 أنه يا جماعة موضوع الأزمة السورية لا تقاس بما هو الوضع كان في الأزمة في اللاجئين العراقيين لاختلاف النوعية. إحنا نتحدث عن أزمة، وأنا حكيتها بكل صراحة،
قد تكون بمستوى اللجوء الفلسطيني إلى الأردن بالسابق، وبالتالي عليك تعالجه بشيء مشابه يتعلق بالإدماج وليس بالتوطين كما هو معروف، ويتعلق بالقدرة على استغلال هذه الطاقات لحين حل القضية. وأنا شلت بال2014 أنه بناء على دراسة قيل أنه إعادة الإعمار إذا بدأت في أي لحظة ستحتاج إلى ما يقل عن 10 إلى 15 عام، يعني هذه ليس أزمة مؤقتة تحتاج إلى سنتين ستنتهي بعدها. كان يجب أن المخطط الاقتصادي أن يلجأ إلى دور الدراسات ومراكز الباحث لوضع سياسة إشرافية تتعلق ليس فقط حتى بال15 القادم، ولكن بال50 القادمة بكيفية الإدماج أو كيفية الاستغلال الأمثل للموارد. يعني هذه الأرقام بتشير إلى تدفق اللاجئين على الأردن، مش أول مرة، إحنا لدينا خبرة طويلة من قبل تأسيس المملكة. من 1916 كان فيه لجوء إلى الأردن من البقان وغيرها، ولكن حتى من 48 لل 2014 إحنا أصبحنا من أكبر المستقبلين زي ما أشاروا الإخوان، ثاني دولة وخامس دولة. التعامل مع الإطار إذا سمحتوا لي يتعلق بالشورت تيرم واللونج تيرم، يعني إذا بدك تطلع كان لازم تطلع كيف تخلق علاقات عمل، وخاصة مرة ثانية أنا بتحدث عن نسب لاجئين معظمهم كانت في سن العمل والإنجاز. والحقيقة حتى أرقام البطالة، وسامحوني أنا شوي سمعت الأستاذ جميل وبتحدث عن أنه العديد منهم عاطلين عن العمل ونسبة البطالة فيهم، مع اللاجئ السوري صعبة، يعني سامحوني أنا نصف سوري، فأنا بعرف أنه إحنا طول عمرنا والدتنا الله يرحمها ما كانتش تقبل نقعد بالصيف، حتى لازم بالصيف نروح نشتغل حتى نجيب مصروفنا للعام الدراسي كله. فبالتالي فما بال بلاجئ سوري وعنده أولاد بيعملوا. إحنا في واحدة من الدراسات اللي أنا كنت خبير عليها، أحد البيوت اللي كانت موجود المفرق فيها 6 أطفال، 5 منهم بيعملوا، لما سألوها على السادس قالت لا هو صغير تحت ال5 سنين بس بيساعد إخوانه، يعني حتى السادس اللي مش لازم يعمل هو يعمل. الحقيقة كان في إمكانية كبيرة لأن يتم في الشورت تيرم على الأقل منافع كبيرة للمجتمعات المستضيفة التي لم تستفد بالدراسات بشكل كافي من هذه الأزمة، لتكون فرصة لتحسين بنيتها التحتية عبر استثمارات خارجية أو تبرعات أو ما شابه. المستقبل في اللونج تيرم كان، وإحنا هلأ وصلنا المستقبل بحكي بال2014 تقريبا إحنا دخلنا المستقبل، كان لازم يكون في عنا فعلا عملية بناء مصالح اقتصادية مشتركة، تحويل المساعدات إلى استثمارات تؤدي إلى خلق وظائف للأردنيين واللاجئين في آن واحد، وبعدين أن تكون هناك شراكات عمل مستمرة، لأنه نتحدث عن بعد قريب وليس لاجئ جايين من آخر الدنيا. كان ممكن هذا النوع من العلاقة يؤدي إلى بزنس أو أعمال تؤدي إلى إعادة البناء في المستقبل عبر هذه الشراكات اللي كانت يجب أن تتم. يعني ختاماً، إحنا أحد الأسئلة اللي أنا شفتها يتعلق قبل كل شيء بموضوع البطالة. مشكلتنا في الأردن في البطالة بشكل عام أن البطالة الأردن كلنا وكل مدارس كل مراكز الدراسات تقول أن البطالة في الأردن هيكلية structural، لكن زي ما أنا حكيت في أول سلايد إحنا بنتعامل معها كبطالة احتكاكية، نعتبرها بطالة مؤقتة بدنا بعد شوي من دخل على سوق العمل، وبالتالي بنصير نقول ممكن قديش نجند في الأمن وفي الدرك وفي الأجهزة الأمنية، وبعدين مين ممكن يأخذ القطاع العام، دون أن ننظر إلى ريكتيفيكيشن العلاقة بالستركتشرال انيمبلويمنت، لأنه مستقبل الوظائف اختلف. أنا بالأمس كنت أقرأ تقرير عن مستقبل الوظائف بيقول كالتالي، من هون لل 25، من هون لسنة الخمس فيوتشر جوبس 2020، من هون لل 25 في 85 مليون وظيفة ستختفي، وإحنا ما زلنا منخرج لل 85 مليون وظيفة وعلينا عبء اللاجئين، ولكن في 97 مليون وظيفة جديدة يجب أن نؤهل جيل الشباب عليها، وهذا ما كان يجب أن نستفيد به. اليوم إحنا اعتمدنا على منح اتضح في الآخر أنه المجتمع الدولي عنده أولويات ومش راح يعطينا، لدرجة أنه وصل ما نأخذ من خطط الاستجابة لا يجاوز 30% من العبء. اليوم أنا لما درست في 2014 وجدت أنه عبء اللاجئ الواحد يصل إلى 3000 دينار أردني سنوياً على البنية التحتية وعلى المازن،
احنا بنحكي حسابات لها علاقه بالشوارع واهترائها وله علاقه بشبكات الكهرباء والطاقه وما شابه. يعني انت بتحكي بشكل رسمي صحيح يمكن في الموازنه يبين اثره 200 300 مليون، بس في الحقيقه هو اثر اللجوء اردن على 3 ملايين لاجئ يتجاوز 9 مليارات دينار اردني، عفوا 9 مليارات دولار بالسنه الواحده، وهذا غير محسوب. 75% منه غير محسوب لأنه ما نحسبش الأثر على اهتراء الطرق وعلى البنية التحتية وعلى ولا ما نقدمه من دعم في المدارس والصحة وما شابه. اليوم الرؤية الاستشرافية ختاما أقول فيها كالتالي حتى لا أطيل عليك. اليوم النموذج الأمثل في الاستثمار ليس في المساعدات والمنح، النموذج الأمثل هو في الاندماج وفي تحقيق فرص استثمارية حقيقية تؤدي إلى إدماج بعيدا عن التوطين، ولكن خلق المصالح الاقتصادية والاجتماعية إلى حين الوصول إلى حلول تتعلق باللاجئين. الاستقلال الأمثل للموارد اللاجئين وإمكاناتهم بيساعد بشكل كبير على أنه أتعامل مع البطالة والفقر والتنمية المحلية. والمحصلة في الآخر هو أنه بدنا نتحول من فكر العبء المالي إلى رقعة حقيقية تستشرف مستقبل نستفيد منه للأجيال الحالية، لأنه إحنا عندنا 70 أو 60% ما زالوا شباب، وتستشرف أيضا الأجيال القادمة. بدون ذلك بنكون إحنا كل اللي بنعمل الراكم مشكلة، وكل اللي قاعدين وهلأ بنحكي بكل صراحة اللي عم نعمله اليوم هو كيف نحصل على مساعدات إضافية، لأنه عندنا لاجئين في حين أنه معظمهم أوجدوا وظائفهم يعملون بشكل أو بآخر لا يفيد الاقتصاد بشكل محوري. هناك فائدة حصلت وشفنا استثمارات حصلت وموجودة في الشمال، وأنا زرتها لما كنت رئيس هيئة استثمار من مستثمرين سوريين، ولكنها ليست بالحجم اللي استفادت من دول أخرى. تركيا لوحدها في واحدة من الدراسات استفادت بست مليارات دولار من الاستثمارات في سنة واحدة، هذا لم يحدث في الأردن. وأختم بأقول أنه مرة ثانية نحن بحاجة اللي حكاه الدكتور أحمد في بداية حديثه، إحنا بحاجة إلى واقعية في استشراف مستقبل، واللي حكاه الأستاذ جميل عبر مراكز الدراسات اللي من ضمنها مركز دراسات اللاجئين في اليرموك. أرجو أن لا أكون أطلت عليكم، وشكراً أبداً. دكتور مرة تانية لتحت الفرصة أبداً. شكراً دكتور، وبالتأكيد سنعود إليكم مرة أخرى، لكن من كيف نحول الأثار السلبية ربما إلى إيجابية؟ كيف نواجه هذه الأثار السلبية الموجودة؟ كيف يكون للاقتصاد الموازي ربما الذي يتسبب فيه اللجوء أثر إيجابي، وكيف نحوله إلى أثر إيجابي على الاقتصاد الأردني وربما على المجتمع؟ أنتقل بالسؤال نفسه إلى معالي الدكتور أحمد الهاوي. دكتور أحمد، ماذا لديكم حول هذا السؤال؟ شكرا دكتور على هذا السؤال، وبدي أحاول أبني على ما تفضل فيه أخي الدكتور خالد الوزن. أي دراسة استشرافية مستقبلية لواقع اللاجئين، أنا بعتقد أنه لازم تحتوي على 3 عناوين رئيسية، وأنه يتم تحليل هذه العناوين الرئيسية الثلاث بتفصيل حتى نخرج من مرحلة أو من عنوان إلى العنوان الآخر. 3 عناوين، السؤال الأول اللي تطرقنا له إحنا الأول والثاني، وحتى الدكتور خالد تطرق إلى المحور الثالث اللي هو محور سؤالك دكتور طارق. المحور الأول، هل نظام إدارة اللاجئين الذي تبناه العالم خلال 60 سنة الماضية هل هو فعال ومستدام أم لا؟ بعتقد أنه لازم عند الجميع سواء اللاجئين أو الحكومة أو الشعب المستضيف أو الجهات الممولة الدولية أو الحكومات في الدول الغربية، لازم يكون عندها قناعة تامة على هذا السؤال بشكل واضح. هل اللي إشي إحنا عمالنا منسويه لستين سنة الماضية هل أثبت فعاليته واستدامته وحقق رغبات الفئات المعنية الرئيسية الثلاث، اللاجئ، الدولة المستضيفة، الشعب في الدولة المستضيفة والجهات الممولة والحكومات الغربية أم لا؟ لازم يكون عندنا إجابة واضحة لهذا الموضوع. الشق الثاني اللي هو السؤال السابق للدكتور
طارق إنه ما هي الآثار ما بين الإيجابية والسلبية، هل هم عبء أم مورد؟ والدكتور أعطى الإطار النظري وحتى العلمي، ورح أحاول أبني عليه من خلال بعض الأرقام. والعنوان الثالث، ما الذي يجب أن نفعله في المستقبل من أجل تغيير واقع الحال؟ مثل ما حكينا في البداية، الاستشراف هو صناعة المستقبل، هو أن لا تقيد بالإطار اللي أنت موجود فيه الآن أو كنت موجود فيه خلال 60 سنة الماضية. الإشارات السريعة، الإضاءات السريعة، السؤال الأول، لا، النظام العالمي لإدارة اللاجئين خلال 60 سنة الماضية لم يكن فعالاً وليس مستداماً ولا يخدم أي من رغبات وتطلعات وطموحات أي من الأطراف المعنية الرئيسية. اللاجئ عندما يأتي إلى الدولة المضيفة يعيش حالة فقر مدقع. حسب الإحصائيات 78% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، اللي هو في الأردن اللي هو 70 دينار للفرد بالشهر، مقارنة مع 13% من الأردنيين. معظمهم يعمل خارج المخيمات، معظمهم يعمل في قطاع الأعمال غير الرسمي، غير مسجلين، ما عندهم تراخيص عمل، لا يحققوا الدخل الكافي يغطي. بالرغم من دعم المنظمات الدولية والمفوضية العليا للاجئين، معظمهم عليه ديون تتراكم بشكل شهري. 84% الذين يعيشون خارج المخيمات عليهم التزامات بأجارات المنازل، وضع الغذاء على المائدة لأنفسهم ولعوائلهم. معظمهم يعيشوا بفقر وحالة معيشية صعبة للغاية، ويسعوا بجهدهم أنهم يأمنوا قوت يومهم. الدولة المضيفة، نعم، سياسة الأوبن دور بوليسي، الأردن مش فقط لأنه التزام عالمي، لأنه جزء من منظومة قيمنا العربية والإسلامية والإنسانية أنه نستقبل الأخ، يعني حتى لو ما كان هذا المعيار موجود بميثاق اللاجئين بال51، إحنا عمرنا ما سكرنا أبوابنا وعمرنا ما رجعنا قصريا اللاجئين الى اوطانهم، النون ريفولمنت، انه نجبر اللاجئ انه يعود الى وطنه. هذا مش لانه التزام دولي، هذا لانه التزامنا الاخلاقي وشعورنا بالواجب اتجاه اشقائنا واخواننا، كان الفلسطينيين بدايه والعراقيين ومن ثم السوريين. بالرغم من الاعباء، يعني تطرقوا الاخوان، عندنا 2 مليون لاجئ فلسطيني، تقريبا 700 الف الى مليون لاجئ عراقي، ومليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري، يشكلوا 20% من سكان المملكة بالمجموع. يعني تخيلوا أنه العالم، المملكة المتحدة بريطانيا تستقبل 12 مليون لاجئ على عدد سكانها 60 مليون. نتخيل الولايات المتحدة أنها تستقبل 70 مليون لاجئ على عدد سكان 350 مليون بني آدم. الإدارة الأمريكية السابقة سكرت الحدود وبنت الجدران على 20,000 أو 30,000 لاجئ ونازح إنه حاولوا إنهم يلجأوا لها من أمريكا الجنوبية. فالنظام ما عم بحقق غايته بالنسبة للاجئين، ما عم بحقق غايته بالنسبة للدول المضيفة وشعوبها، لأن النظرة إلهم إنهم عبء، مثل ما تفضل، النظرة إلهم إنهم بيردن، والنظرة العالمية إلهم إنه دعمنا إلهم هو دعم إنساني، humanitarian. أنا بدي أسكنهم، بدي أعلمهم، بدي أحط غذاء، بدي أعطيهم كوبونات عشان يجيبوا غذاء، وليس النظرة نظرة مستدامة، لأنه النظرة إنه اللاجئ، وهذا خطأ رئيسي بالمنظومة العالمية لإدارة اللاجئين، إنه تحدي اللاجئين ومشكلة اللاجئين هي مشكلة قصيرة المدى، بالرغم من إنه معدل إنه اللاجئ يكون في الدولة المضيفة 17 سنة فما أكثر. فيجب علينا مثل ما تفضل الدكتور خالد أنه نجد منظومة لإدارة اللاجئين مختلفة تماما عن المنظومة السابقة، وهي النظر إلهم أنهم مورد، هم مورد بشري يأتي بعلم ومهارات وخبرات، وأحيانا مثل الحالة العراقية برأس مال، يأتوا بحافزية ورغبة إلى العمل، وفي الغالب يرافق قدومهم دعم عالمي ودعم دولي إلى الدولة المضيفة. كان في عندنا دعم من قبل العالم أكثر من 3 مليارات خلال السنوات الأولى من اللجوء السوري، وهذا الأمر الدول الممولة عم تنظر إليه أنه
شيء غير مستدام، لم تغطي 30% من حاجات المملكة وتكاليف اللجوء على المملكة. الدكتور تطرق إلى تكاليف قد تصل إلى 9 مليارات بين مباشرة وغير مباشرة، 2.5 مليار سنوياً دولار هي التكاليف على الحكومة ما بين طاقة ومياه وبنية تحتية ومدارس وإلى غير ذلك. هل اللاجئ عبء أم مورد؟ في عندنا 1,300,000 لاجئ، معظمهم يعمل خارج المخيمات، معظمهم يعمل بسوق العمل غير الرسمي، بالرغم من وجود تصريح عمل عند 40-50% منهم، إلا أن الغبية الصاحقة منهم 80-90% يعملوا بسوق العمل غير الرسمي. يجب علينا أن نحلل تفصيليا المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي اللي هي مستوى النمو الاقتصادي. بين 2005 و 2010 كان عندنا معدل نمو 7-8%، بالرغم من حالة اللجوء العراقي. العراقيين لأنه كان مستوى تعليم بشكل بالمجمل كان أفضل، كان ملاءة مالية أفضل، استثمروا بالقطاع العقاري، حتى رافق هذه الحركة بالنمو الاقتصادي رافق شيء من التضخم. ارتفع التضخم من 3% وتجاوز 10% في عام 2009. حالة اللجوء السوري كانت مختلفة، النمو الاقتصادي ظل بالمعدل بين 2-2.4%، لم يكن هنالك تضخم مبالغ فيه بين 3-4%. لازم أن نلاقي المعادلة من خلال التحليل التفصيلي لكل قطاع. معظم السوريين لديهم، اللاجئين السوريين لديهم مهارات في بعض القطاعات، في قطاع المقاولات والبناء، في موضوع الزراعة، المزارعين، في الخدمات المنزلية. هذه مهن بالمجمل لا يقبل عليها الأردني. الأردنيون 80% من سوق العمالة بالأردن، من العاملين بالأردن، هم في قطاع الخدمات، و20% في قطاع الصناعة والزراعة والمقاولات. إذن في عنا بعض القطاعات اللي بإمكاننا أن نستفيد من اللاجئ وندمجه بالاقتصاد مثل ما تفضل الدكتور خالد، ويساهم في زيادة النمو الاقتصادي وفي تحريك الاقتصاد الوطني. هل يمكن أن السوري يكون منافس وأيضا يكون حل لمشكلة اللاجئين بالأردن، لمشكلة البطالة بالأردن؟ أنا بعتقد نعم، إذا ما أديرت العملية، إذا ما كان عندنا هالدراسات التفصيلية القطاعية التفصيلية اللي نقدر أن ندمج اللاجئين ونستغل مهاراتهم ونستغل خبراتهم في القطاعات اللي ما في عليها إقبال من قبل الأردنيين، حتى في القطاعات اللي في عليها شيء من الإقبال نستغل مهاراتهم وخبراتهم، صناعات الألبسة، الصناعات النسيجية، صناعات السجاد، الحرفيات، الخشب والنحاس، هاي كلها معرفة ومهارة عند الأشقاء السوريين يمكن أن نستفيد منها من خلال نقل المعرفة. طبعاً في حلول كثيرة أخي الدكتور خارج عن الصندوق وبإمكاننا أن نفكر فيها، ولكن ممكن أن نتركها للمداخلة الثالثة. ما هي الحلول التفصيلية اللي ممكن من خلالها أنه ندمج اللاجئين السوريين بالاقتصاد الوطني بحيث لا يؤثر سلبياً على مشكلة البطالة، بل على العكس أنها تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي اللي إحنا منصبه إليه؟ شكراً معالي الدكتور، وأنتقل الآن لأستاذنا الدكتور نظام بركات ووجهة نظر السياسة في هذا الأمر. كيف يمكن أن نتعاطى مع موجات اللجوء بالشكل الإيجابي؟ كيف يمكن أن نحول أي نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية جادة؟ وكيف يمكن أن نحفز اللاجئين عموما وتحديدا عندما نتحدث عن آخر موجة لجوء إلى الأردن اللاجئين السوريين، كيف يمكن أن نحفز وجودهم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ربما في المجتمع؟ يعني دعني في البداية يعني أجيب على سؤال، هل يعني معالجة المجتمع الدولي لقضية اللاجئين كان ناجحا خلال الفترة السابقة أم لا؟ وهنا يعني سأركز إلى حد ما على الجانب السياسي. معظم الجهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو كل المنظمات التي تعمل في مجال الهجرة أو غيره
ركزت على الجانب الإنساني، يعني فكرة دعم المهاجر أو اللاجئ بعد أن يذهب إلى منطقة وجوده أو المنطقة التي سيقيم فيها، وأوفر له بعض وسائل المعيشة الأساسية، خاصة أنه يعني من المسلمات القانون الدولي بيقول لك أنه من حق اللاجئ أن يعني يغادر مكان إقامته أو كذا، أو حقه في التنقل لأنه هو معرض للخطر. يعني هذا الأساس، يعني في تعريف اللاجئ ربط باستمرار مع أنه حياته مهددة، قد تكون عقيدته، كل ما يتعلق بحياته. ولذلك أنا بقول يعني المجتمع الدولي، وأنا بحكي الآن عن اللي بحكوا عن نظام عالمي جديد ونظام دولي ونظام، المفترض أن ينصب جزء من هذه العملية على معالجة أسباب اللجوء. يعني إذا كان اللجوء ناتج عن النزاعات، يعني جزء كبير من اللجوء، يعني كل عمليات اللجوء اللي تمت في الفترة الأخيرة نزاعات سواء داخلية أو حروب في المنطقة، فبالتالي يستطيع المجتمع الدولي أن يعمل في منع هذه النزاعات، تدخل الأمم المتحدة، القرارات الدولية أو كذا لمنع النزاعات أو الحروب الأهلية كما الآن، يعني قوات حفظ السلام وغيره شيء، لمنع الظروف التي تؤدي إلى الهجرة. وبالتالي أنا بدل ما أخلي اللاجئين يغادروا مكان إقامتهم وكذا، أنا أصلح ما هو موجود في مناطق تواجدهم. لذلك يعني لو بحثنا في أسباب الهجرة، واحدة منها النزاعات وعدم الاستقرار السياسي. إذا المجتمع الدولي لعب دورا وأعطى للأمم المتحدة دور في تنفيذ القوانين ومنع الحروب ومنع استخدام القوة، قد يساعد في الحد من مشكلة اللاجئين، ويكون أقل تكلفة من أنه أصير أنا بأصرف على 3 مليون هاجر، ولا الآن أوروبا مليئة بالمهاجرين من شمال إفريقيا أو من إفريقيا أو غيره. النقطة الثانية قد يكون اللي هي تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك لما كنا نتكلم عن حوار الشمال والجنوب، يعني وكان في مؤتمرات دولية سابقة أنه يعني أن يكون تخصيص نسبة معينة من الناتج الإجمالي المحلي في الدول المتقدمة، كان مقترح 1%، أقل من 1%، لتقديم الدعم والمعونات أو كذا لدول الجنوب حتى تستطيع تحقيق تنمية اقتصادية. هذه التنمية الاقتصادية قد تكون عائقاً أمام الهجرة القصرية أو اللجوء أو غيره، أو حتى سبباً في الحروب في كثير من الحالات. إذن هنا أنا بدي أضمن استقرار سياسي وأضمن تنمية في الدول اللي يخرج منها اللاجئين، أو اللي في الغالب هي من ضمن دول الجنوب. وقد يكون حتى يعني ملاحظ في قضية الهجرة أنه وسائل الإعلام لعبت دورا كثيرا في يعني الكلام عن التخلف الموجود في دول الجنوب، وخاصة في ظل العولمة وانتشار الآن وسائل إعلامية جديدة، وأنه الجنة الموعودة في أوروبا أو غيره. هذا دفع كثير من الناس لركوب موجات القوارب، ولا اللي قد يعرضوا حتى حياتهم إلى الخطر مقابل، حتى في الأزمة السورية، يعني الكلام عن الأزمات في السورية وأن الجيش السوري شو بيعمل أو كذا وشي، كان سبباً يعني التهويل الإعلامي في القضية كان سبباً في هجرة أو وجود موجات متتالية من، طبعاً هو في مشاكل بس الإعلام لعب دوراً كبيراً في زيادة أو تهويل هذه المشاكل، حتى أنه في الأخير دفع ناس كثيراً إلى الخوف أو إلى مغادرة مناطق تواجدهم. إذن إحنا نعمل على ما قبل الهجرة أو قبل اللجوء، قد يعمل على الحد من مشكلة اللاجئين بعد، لأنه إذا غادر منطقة إقامته هو فقد أرضه ومكان عمله وفقد حياته الاجتماعية وكذا، فبالتالي أنا قد أساعد قبل أن تبدأ عملية اللجوء
في تحسين أوضاعه في دولته، في التخفيف من النزاعات، في تحقيق الاستقرار السياسي، حتى في تحقيق الديمقراطية. يعني جزء كبير ممن هاجر الهجرات الآن اللي بتكون من شمال أفريقيا ولا من أفريقيا قد لا تكون دوافعها فقط مادية. ناس بقول لك إنه الإعلام صور لهم الغرب باعتباره إنه بلاد الحرية وبلاد التقدم وكذا، فبالتالي أنا ممكن إنه أمنع يعني أو خلينا نقول أتصدى للصورة الذهنية اللي صورت إنه الغرب ستعيش في إيش يعني مرتاح متقدم. ولذلك العمليات اللي صارت في الأخير يعني من رفض لوجود المهاجرين، وبحكيش عن السوريين على مستوى العالم، إنه يعني المهاجرين الذين تدفقوا إلى أوروبا الآن، يعني المشكلة الموجودة في على حدود بولندا ولا غيرها، يعني بريطانيا وفرنسا، يعني حتى بريطانيا وفرنسا قريبة، يعني من أجوا إلى أوكرانيا إلى روسيا صحيح، ويحاولون الدخول إلى، قد يكون الإعلام لعب دور في هذه الهجرات ليسهل، يعني إذا صورت الغرب أنه هو الجنة وأنه كل شيء متوفر والحياة والناس، الناس معي أنا في كلامنا مع الطلاب مع الناس العاديين الشباب أنه يعني يتمنى أنه يقدر يوصل إلى أوروبا، هناك كل شيء متوفر، كل الحرية والمعيشة، بس هذا ليس حقيقي. يعني كنا سنتطرق إلى هذا السؤال دكتور إذا اشتغل في بشكل مفصل. تفضل. كنا سنتطرق إلى هذا السؤال بشكل تفصيلي. نشكر لك دكتور هذه المداخلة اللطيفة. أريد أن أنتقل بالسؤال إلى الدكتور خالد، وارتباطا بالسؤال السابق، وفي ضوء التحديات الاقتصادية التي يشهدها الأردن، هل من الممكن أن نشهد تعمق في فجوة التفاوت الاقتصادي ذو الأثر العميق على التماسك، لا سيما وأننا ندرك ونعلم جيدا أن من أبرز الأسباب الرئيسية لانهيار التماسك الاجتماعي هو التفاوت الاقتصادي؟ فما الذي يمكن برأيك أن يساهم في خلق فجوة اقتصادية أو تفاوت اقتصادي، لا سيما في ضوء التحديات التي يواجهها الأردن في أزمة اللجوء؟ دكتور خالد تفضل. شكرا دكتورة. يمكن سؤال في محله، بس أنا مضطر أرجع للماضي عشان أحكي عن المستقبل. في بدايات العام 2015 عملنا دراسة شاملة على 6 محافظات بمساعدة UNDP فيما يتعلق بالإدماج بين المجتمعات المستضيفة واللاجئين وفق آلية دولية معروفة اسمها Conflict Development Analysis CDA، وعلى أساسها تم الحقيقة إعداد دراسة كاملة عن ما هو مطلوب حتى ما يكون فيها التفاوت الاجتماعي اللي أصلاً اليوم موجود، حتى بدون يعني بدون وجود اللاجئين كان واضح إنه في عنا يعني ترند إحنا متجهين إله بتفاوت اجتماعي له علاقة بسوء توزيع الدخل وضعف التنمية اللامركزية، إذا بدي أكون دقيق فيها، اللي هي لم تهتم إليها الحكومات المتعاقبة بفعل أنه يمكن قصبات المحافظات هي اللي فيها أكبر عدد ممكن من الناس، وخاصة 3 محافظات بدون يعني ما نغطي الأمر، عمان والزرقاء وإربد. لكن هل تم بناء على ذلك، وهون بدي أرجع للبداية الدكتور أحمد، هل تم حقيقة استشراف حقيقي للمستقبل؟ هل نؤمن نحن بأنه في شيء اسمه استشراف مستقبل؟ لأني لا أرى حقيقة على أرض الواقع، كل ما أراه هو عبارة عن ad hoc policies، وهذا اللي إحنا نشتغل عليه دائما، reactive مش proactive، دائما إحنا بنحاول نكون كيف نتعامل مع ما هو قادم، من نؤمن بإدارة الأزمة ولا نؤمن باللي تفضل فيه الدكتور نظام اللي هو تجنب الأزمة أصلا. يعني أنت اليوم عشان ما يصيرش في عندك لاجئ كان لازم يكونش في أزمة في هذيك الدحة حتى يصير الوضع أحسن ما هو عليه.
إدارة الأزمات علم صحيح، لكن تجنب الأزمات هو الحقيقة التي يجب أن نؤمن فيها، وهذا لم يتم إلا عبر آليات استشرافية حقيقية تؤدي بأنه المناطق في كل المملكة مورد اقتصادي انتجريتد يجب التعامل معه بكلية واحدة، والوصول إلى تنمية في كل منطقة حتى أولاً تحتفظ بسكانها، وثانياً تزيد من حجم استغلال لها. موضوع اللجوء كشف الكثير من العورات، وعلينا أن الحقيقة نعترف بذلك، عورات تتعلق بالتنمية، عورات تتعلق بمحافظات رئيسية، ونتذكر كلنا أنه قصبة المفرق استقبلت من اللاجئين يزيد عن عدد سكانها مثلاً، لكن اكتشفنا أنه البنية التحتية أصلاً ما كانتش جيدة، وفي تفاوت اجتماعي بينها وبين أقرب محافظة عليها من الزرقاء أو إربد. إذن هذا الموضوع، وأجيب بعجالة على سؤالك مرة ثانية، هو يتعلق بكيف نتعامل مع الأزمات بفكر استشراف مستقبل عدم تكرارها والاستفادة من دروسها حتى نستغل ما تأتي به من فرص، لأنه يمكن دكتور أحمد يتفق معي كل أزمة لها فرص، ما فيش أزمة لا تخلق فرصا متعددة. عشان هيك أنا حاولت أوضح الصورة بالأجريجيت ديماند أجريجيت سبلاي كيرف، إنه بالآخر أنت جاءك هذا المورد اللي زاد عن 14% في البداية وبعد 20% من السكان أصبح مورد بشري موجود. هذا المورد ليس لا يتعامل معه بالمواليد الجدد، لأن يعني المولود الجديد على ما يبدأ باستغلال البنية التحتية في الاقتصاد بيحتاج لعشر سنين. هذا المورد جاءك ليضغط على البنية التحتية فورا، صار مدارس فورا، بده مستشفيات فورا، بده طرق فورا، بده صرف صحي، بده كل شيء. إذا أنت أن تبقى متفاجئ لعدد من الشهور يمكن مفهوم، أن تبقى متفاجئ من 2011 لل 2021 معناه عندنا مشكلة. الفجوة الاقتصادية الاجتماعية خلقتها عدم وجود سياسات حقيقية مبنية على العلم والمعرفة، ومبنية على أنه مرة ثانية، وأنا آسف أني أقول هذا الكلام، المهنية غير موجودة في التعامل مع القضايا، حتى في المجالات المتخصصة. إذا كان صانع القرار، إذا كان الوزير في وزارة اقتصادية وهو اقتصادي، بديش أقول هو مهندس أو هو محامي، لن يستطيع أن يفرغ وقته لعمل بحث وتخطيط ودراسات، عليه أن يلجأ إلى المختصين في هذا المجال أيضا حتى يساعدوه في الدراسات والأبحاث، حتى يأخذ ملخص يستطيع هو من خلاله أن يقوم بما هو مطلوب. أختم بالقول بأنه مشكلتنا في هذا التفاوت صحيح أنها أزلية، وصحيح أنه على مدى 100 عام إحنا في أحسن مما كنا عليه 100%، ما إحنا ما بنحكي أنه ما تمت إنجازات، بالعكس الإنجازات رائعة على مدى 100 عام، ولكن ما زلنا لا نلجأ إلى المخطط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يستطيع أن يقدم رأي مستقل يستطيع صاحب القرار أن يأخذ فيه في الحكومات أو أن لا يأخذ فيه. أرجو أن لا أكون قد أطلت عليك بالإجابة. شكرا جزيلا دكتور، وننتقل إلى الدكتور أحمد. دكتور أحمد، ما رأيك بموضوع التفاوت الاقتصادي في ضوء التحديات الاقتصادية التي واجه الأردن وأزمة اللجوء؟ وهل يمكن أن يسبب التفاوت الاقتصادي انهيار للتماسك الاجتماعي كرؤية استشرافية من وجهة نظرك كرؤية استشرافية؟ شكراً ستي على هذا السؤال. نبدأ بعجالة استعراض أبرز التحديات الاقتصادية اللي بواجهها الاقتصاد الأردني، وبعدين ننتقل لموضوع الحلول في ظل التحدي الأكبر اللي هو تحدي اللاجئين. ستي، بال 2011 كان حجم المديونية في الأردن 11 مليار دينار، ويشكل 59% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب البطالة في ذلك الوقت لا تتجاوز 10 إلى 11%. بعد 10 سنوات صارت عندنا نسبة المديونية حوالي 33 أو 34 مليون دينار بنسبة 96% من الناتج المحلي الإجمالي،
وفي الفترة ما بين قبل الكورونا إلى بعد الكورونا كان نسبة البطالة بالمجمل 19%، ارتفعت إلى 24% بعد الكورونا، ولقطاع اللي تحت 30 عام ما بين 18 قطاع الشباب ما بين 18 إلى 30 عام نسبة البطالة هي عبارة عن 50%. فعندنا تحدي اقتصادي جدا كبير، وإجا موضوع اللاجئين اللي النظرة مثل ما كافة الإخوان الدكتور نظام والدكتور خالد أكدوا عليها أنه الخطأ الرئيس أنه كانت النظرة لتحدي اللاجئين أنه هذا تحدي فقط إنساني، أنه هذا عبء، كيف بدنا نتعامل مع العبء، وهذا اللي سبب الإشكاليات. يا ستي أنا بعتقد إذا بدي أنتقل للحلول، إحنا شخصنا المشكلة بعتقد بشكل جيد، كان في أرقام تثبت هذا التحدي وين الرؤية بشكل عام كيف لازم نتجه. أنا بعتقد ستي أنه الأردن هو مؤهل، هو الدولة الأكثر تأهيلا في العالم من أجل تطوير منظومة جديدة كليا لإدارة العلاقة مع اللاجئين، مختلفة تماما عن النظرة السابقة للعقود الست الماضية لكيفية تعامل العالم وإدارة العالم لمشكلة اللاجئين. هو حل مختلف يعتمد على الفاعلية، يعتمد على الاستدامة، يعتمد على إدماج اللاجئين بشكل إيجابي ضمن اقتصاديات البلدان اللي هم بيستوطنوا فيها أو بيلجأوا إلها. إذا بدي أخذ الأطر العام، الأطر الرئيسية اللي حكاها الدكتور خالد، وأطلع بعض المقترحات التفصيلية اللي ممكن أنها تأخذ بعين الاعتبار بالدراسة الاستشرافية اللي أنتم عم بتقوموا فيها أو من خلال الصيد. نبدأ مايكرو ليفل دكتور، بعدين ننتقل مايكرو ليفل، نبدأ على مستوى اللاجئ ومخيم اللاجئين، بعدين ننتقل إلى الأردن بشكل عام، البيئة الاقتصادية بالأردن، وبعدين ننتقل للمؤسسات الدولية. على مستوى اللاجئ ستي، على مستوى اللاجئ السوري الذي مثل ما حكينا جزء منه يمتلك العلم والمهارة والخبرة، بدنا نستغلها، يجب أنه نطلق طاقاته وقدراته الإبداعية في خلق عمل، في أنه يكون هو صاحب عمل. نعم يحتاج إلى تمويل، وهنا في دور كبير على المفوضية العليا للاجئين أنها تستقطب المؤسسات التمويلية الدولية من أجل دعم اللاجئين، من أجل أن ينشئوا مشاريعهم الاقتصادية سواء داخل المخيمات اللاجئين أو خارجها اللي هي 87 حكينا بالمئة أنهم بيعملوا بالخارج. هذا النواة بدل ما أنا الميكانيكي أو الكهربجي اللي عنده دبلوم أو بكالوريوس السوري، بدل ما أنا أجبره أضغطه على أنه يشتغل بالقطاع غير الرسمي ويأخذ أجور أقل، لا، أنا بدي أحفزه، بدي أعطيه الأدوات أنه ينشئ مشروع الاستثماري، يوظف قدراته، يوظف مهاراته، يوظف خبراته في أنه ينشئ مشروع اقتصادي ريادي ويوظف لاجئين سوريين ويوظف أردنيين سواء داخل المخيمات أو خارجها. على مستوى المخيم ستي، في البداية تطرق أخ الأستاذ جميل على موضوع أنه 18 منطقة اقتصادية عملنا الجوردن كومباكت، وتطرق له الدكتور خالد أنه 15% من العاملين يكونوا من السوريين. ما نجح هذا الحل، لم ينجح هذا الحل في أنه بالفعل يكون في عنا 15% من العاملين السوريين في 18 مدينة اقتصادية. السبب روى العديد من اللاجئين، المنطقة الاقتصادية الخاصة بعيدة عن المخيمات. في واحدة قريت لها تصريح، أخت لاجئة حكت بفيق 4 الصبح عشان أطلع على 5 عشان أوصل على 7 برجع بغادر المصنع على 4 وبوصل البيت على 6-7. الأجور قليلة، الظروف بيئة العمل قليلة، مرات ما بعطوهم استراحة غدا أو غدا. فبتحكي لك أنا هذا الموديل غير ناجح، حتى لو أنه الاتحاد الأوروبي عمل شوية تخفيف لشروط المنشأ حتى يشجع الصادرات إذا لبينا هذا. الحل ستي أنه نحول نفس مخيم اللاجئين إلى منطقة اقتصادية خاصة. وقد يكون هنالك بعض المقترحات اللي قريتها في بعض الأوراق العمل الرائعة الممتازة أنه أيضا تتولى المفوضية العليا للاجئين إدارة هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة، عندها المصداقية العالمية، عندها الاتصال العالمي، قادرة مش فقط على جلب
الجهات الممولة حتى تعطي تمويل للاجئين، ولكن أيضا قادرة على أنها تستقطب شركات من القطاع الخاص عالمية حتى تستثمر في هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة. الأردن كيف خسران بهذا الحل؟ ما في أي خسارة، بالعكس أنا صار في عندي منطقة اقتصادية جديدة عمالها بتحمل عبء عنه أنها عم بتوظف لاجئين سوريين، وعمال اللي بسهم بعملية التنمية الاقتصادية في الأردن. أنا إجت شركات جديدة، إجت مؤسسات تمويل جديدة، ضخت تمويل مباشر على مستوى الأردن. يا سيدي إحنا دائما خلال 10 سنوات الماضية عم نحكي سبب البلاء الاقتصادي اللي عندنا انقطاع الغاز المصري، الأزمة المالية الاقتصادية 2009-2010 واللاجئين. دائما عمالنا بننشر كيف بالسبعينات والثمانينات حكينا إحنا الدولة ما عندها موارد، فبالتالي كل مشاكلنا لأنه ما عندنا موارد، والجملتين خطأت. إحنا عندنا الموارد بعلم الإدارة، موارد بشرية، موارد معرفية، موارد طبيعية، موارد مالية وتقنية وأصول وممتلكات. نحن لدينا وفرة منها جميعاً، التحدي الرئيس بإدارة هذه الموارد. فأنا بحكي أنه على مستوى إدارة الاقتصاد الكلي لازم أنه نحسن من بيئة الأعمال. في عندنا تقارير دولية سهولة ممارسة الأعمال، تقارير التنافسية، في عندنا زخم هائل من الدراسات بإمكاننا أن نحسن بيئة الأعمال. وبيمكن توصية أخيرة للإدارة الاقتصاد للحكومات، إن إحنا معلقين الآن في الميدل إنكم تراب اللي هو الفخ الدول متوسطة الاقتصاد متوسطة الدخل، إنه ما عم نقدر ننافس بالأجور مع الدول اللي أقل منا، وما عم نقدر ننافس بجودة الإنتاج مع الدول المتقدمة اللي أكثر منا. الحل ستي لازم يكون عنا عدد محدود من مشاريع اقتصادية كبرى تشغل من قبل أيدي ماهرة عالية. صار في مشاريع كثيرة ولكن للأسف ما استكملت. المدينة الجديدة، الناقل الوطني، مشاريع الزراعة والتنمية السياحية في وادي عربة، لازم الحكومات المتعاقبة تركز على مشاريع كبيرة من خلالها تحرك الاقتصاد. المؤسسات التمويلية بآخر جملة مع الدكتور، أنا بدي أستأذنك، رح نرجع للحديث هذا تفصيليا. أوكي سيدي. لكن بدي أنتقل لسعادة الأستاذ جميل النمري وأخذ الدور السياسي والاجتماعي ربما للأردن على مستوى المنطقة ربما، وليس فقط على المستوى الداخلي، لكن حتى لا يأخذ من الاقتصاد فقط بعيدا، هو ملف مهم وأساسي، لكن ربما علينا أن يعني أن ننظر إلى السياسة والمجتمع أيضا، دور السياسي. أستاذ جميل معنا؟ أستاذ جميل؟ نعم أستاذ طارق. نعم كنت أسأل عن الدور ربما السياسي على مستوى المنطقة والعالم، ربما من جهة الإدارة الحكومية حول هذا الملف. الملف الاقتصادي يشغل الجميع بالتأكيد، هو تحدي مهم مرتبط بالسياسة والمجتمع، لكن وجهة نظرك لهذا الأمر؟ نعم، يعني التحدي السياسي مكمل للتحدي الاقتصادي، يتضاربان أو يتضاربان وفق المعطيات في ذلك الحين. على سبيل المثال خلال فترة إدارة ترامب نحن في كل ملفات بما في ذلك ملف اللجوء والعلاقة مع سوريا وقعنا في مأزق. مثلا المصلحة السياسية الأردنية كانت في التقارب مع سوريا، إعادة للحضن العربي، التفاهم على حل العلاقات البينية وخصوصا الاقتصادية، مشكلة اللاجئين وعودة اللاجئين. كل هذه الملفات جمدت لأنه كان لدى ترامب سياسة معينة، وضعت فيتو على التقارب مع سوريا واتجهت إلى فقط بعد أحادي هو التطبيع مع إسرائيل والتطبيع بين إسرائيل والخليج، واعتماد عقيدة استراتيجية جديدة هي التحالف مع إسرائيل في مواجهة إيران. الأردن كان له موقف مشهود ضد ذلك ووضعه في حالة قلق وإحراج شديد،
لأن إمكانيات الأردن محدودة، ومواجهة هذه الاستراتيجية المتفق عليها بين الولايات المتحدة وبعض الجيران العرب أدخلتنا في مأزق. لحسن الحظ الآن تغيرت الإدارة، ولكن التحديات باقية في سياق كيف تعامل المجتمع الأردني مع أستاذ جميل إذا كنت تسمعني، كيف تعامل المجتمع الأردني، الناس كيف يجب أن تتفاعل مع هذه القضية، مع هذه التحديات، كيف يجب أن تفهم التحديات التي تتركها موجات اللجوء كجمهور عام؟ صحيح صحيح. هلا وجهات نظر الاستطلاعات اللي أجريت من عدة جهات، من مركز دراسات الاستراتيجية وجهات أخرى وموثقة لدى منظمة الأمم المتحدة للاجئين، تقول إنه الأردنيين في البداية كانوا متعاطفين ومستقبلين بترحاب للاجئين السوريين، ثم بدأ الموقف يتغير بعد الآثار السلبية على المجتمع الأردني، الآثار الاجتماعية، موضوع الجريمة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية، أخذ أماكن العمل، وهذا ملموس خاصة في الشمال. تغير الموقف الشعبي قليلا، ولكن بقي أفضل من أي دولة أخرى، وأنا مطلع على تجارب دول أخرى مع اللاجئين. ليس هناك دولة للحقيقة، يعني مش أننا بنا لحالنا، يتم التعامل مع اللاجئين بالطريقة التي يتم التعامل فيها في الأردن رسميا وشعبيا. ولكن موضوع اللاجئين يضيف إلى الاحتقانات المتعددة في الساحة الداخلية، ولذلك لما بنقول كيف نتعامل مع الموضوع سياسيا، تقوية الساحة السياسية الداخلية هو المدخل لتقوية الموقف وطريقة التعامل مع كل الملفات، في ملف اللاجئين، في العلاقة مع المحيط الإقليمي ودوليا. ولذلك يعني مش بعيد عن الموضوع أنه لدينا الآن خطة للتحديث السياسي أو للإصلاح السياسي. نحتاج إلى إصلاح سياسي مؤسسي لتقوية المؤسسات، لتمكين الحكم الرشيد، للتعامل بفعالية وقوة مع التحديات الداخلية والخارجي، وجود مؤسسات سياسية قوية، وجود برلمان قوي يمكننا من التعامل بطريقة أفضل وأقوى مع الحلفاء ومع الخصوم، ولنقل الحلفاء على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. وفي فترات سابقة ظهر الضعف المؤسسي، يعني لما بدك تأخذ القرار السياسي في موضوع معين له علاقة مثلا بإسرائيل، خذ على سبيل المثال الاتفاقية الأخيرة أو إعلان النوايا، قديش كان الموقف الرسمي ضعيف بسبب غياب القاعدة السياسية للحكومة. فإذا بدي أقول بكلمة واحدة، وهذا إحنا بنستند جامعة اليرموك أو مركز الدراسات المستقبلية واللجوء، أن تقول لنا بعض الأشياء يعني نتيجة دراسات عن إدارة هذه الملفات من موقع سياسي، فداء السياسي المطلوب، ما هي الخطة بهذا الصدد؟ وأنا أعتقد أنه تقوية الوضع السياسي الداخلي، وهذا ترجمته إصلاح سياسي داخلي، هو الإجابة على التحدي. نعم، شكرا أستاذ جميل. ويعني بدنا نحاول نلخص مجموعة من الأسئلة، مجموعة كبيرة. هذا الموضوع موضوع حساس، يأخذ الكثير من الوقت. إجابات كانت متخصصة دقيقة عميقة على الأسئلة التي طرحت، لكن ربما سؤال ختامي قبل الانتقال إن أمكن للحوار مع الحضور الكريم، وأبدأ بهذا السؤال الختامي للدكتور خالد الوزني. دكتور خالد، هل تعتقد أن هناك دورا أردنيا مهما في التعامل مع
تبعات قضايا اللجوء خلال العشر أعوام القادمة؟ ما هو الدور الأردني المطلوب؟ ما هي الأدوار المطلوبة من المنظومة الدولية ربما ومن مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات المحلية لحل المشكلات المرتبطة بقضايا اللجوء على اختلاف؟ شكراً دكتور، وأنا سأحاول أن أكون مختصر وأرجع أستعمل آخر سلايد وضعته، لأن أنا متفق تماماً مع اللي تفضل فيه النظرة الاستشرافية اللي حكى فيها الدكتور الهنداوي فيما يتعلق بكيفية التعامل مستقبلاً مع هذه الأزمة، وخاصة أني أنا مضطر أغادر الساعة واحدة بالاجتماع آخر. فإذا سمحت لي أرجع أحكي على الاستشراف كما أرى أنا بالنسبة لي في هذا الإطار. يعني اليوم مرة تانية إحنا نتحدث عن نموذج نحاول فيه أن نحصل على مساعدات ومنح من أجل التعامل مع هذه الأزمة. وأزمتنا ليست فقط في اللجوء السوري، إحنا نتحدث عن 3 ملايين لاجئ يشكلوا 30% من الاقتصاد الوطني أو من الموارد الموجودة. ومراني أقول الموارد وليس أقول العبء. حتى أصل إلى ما يمكن أن أصل إليه استشرافيا، علي أن أستخدم موقع الأردن كثاني دولة في العالم أو كثاني دولة في العالم نسبة إلى عدد السكان، وكخامس دولة في العالم بالرقم المطلق التي استقبلت اللاجئين، علي أن أطلب أن تكون هناك ما يسمى بالاستثمارات الموجهة للتنمية بشكل أساسي. يمكن الدكتور أحمد طرح واحدة من الأفكار اللي أنا أتفق معه فيها في موضوع المناطق التنموية الموجهة أو المخصصة لاستغلال طاقات الموارد، وهذا لن يتم سيدي إلا إذا مرة أخرى رجعنا إلى المنطق والعقل الذي يقول أن المهنية مطلوبة. بدنا المختصين يقولون لنا ما هو الأمثل في التعاون مع الأمر. بدون مختصين لن نستطيع أنه نتحدث بمنطقية وعقلانية وإيجابية، لأنه إحنا بحاجة لدراسات جدوى حقيقية تحدد ما الذي يمكن استخدامه من اللاجئين. وبدي أرجع للي حكاه الدكتور أحمد في موضوع الجوردن كومباكت أو الاتفاق مع أوروبا، واللي الحقيقة الشروط اللي وضعت أو الآلية اللي تمت، وأنا قرأت بعض الدراسات عن ذلك، تلوم الأردن أكثر ما تلوم أوروبا فيما يتعلق في كيفية تخطيط مع الآليات التي يمكن خلالها استغلال اللاجئين. بديش أقول استغلال، استثمار وجود اللاجئين، حتى لا يفهم في كلمة استغلال بالسلبية، استثمار وجود اللاجئين لتحسين الطاقات والإمكانات الأردنية والنقل المعرفة بشتى المستويات المهنية والحرفية والأعلى من ذلك. النقطة الثانية موضوع الاندماج اللي هو عم بيتم شئنا ما بينا، ولكن عم بيتم بدون آلية علمية منطقية تؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني وإلى تجاوز الآثار السلبية. الدعم الاندماج اللي يخلق مصالح اقتصادية حقيقية آنية ومستقبلية، لأنه أنا قناعتي أنه سيبقى دائما هناك لاجئ موجود حتى لو الأوضاع في دولته تحسنت، ونتحدث عن سوريا، سيبقى هناك تواجد بشكل أو بآخر. الشيء الأخير أنه يمكن زي ما حكى الدكتور أحمد، نعم سيؤدي الاستغلال الأمثل للاجئين إلى خلق وظائف للأردنيين ومساعدة في تحسين مستوى الدخل، وعلم الاقتصاد بيقول هذا الكلام عبر انتقال منحنى الأجريجيت سبلاي كيرف إلى اليمين وتحسين مستوى الإنتاجية. وعلينا أن ننظر كيف أن ألمانيا وميركل حاربت من أجل أن تدمج اللاجئين، لأنها بحاجة إلى مئات الآلاف منهم لإنقاذ الاقتصاد في حالة الإيج بيبوليشن، المستوى المعيشي أو العمري المرتفع للسكان، وكان هذه طاقات شبابية يجب استثمارها واستغلالها الحقيقة في الاقتصاد. المحصلة مرة أخرى يا سيدي أنه علينا أن نحترم أن اليوم هناك آليات واضحة لاستشراف المستقبل، وعلينا أن نشكل خلية حقيقية للنظر إلى السنوات القادمة. مشكلة اللاجئين لن تنتهي اليوم. أنا حكيت بال2014 هذا الكلام وقلت أنه بدنا نخطط لعشر أو 15 سنة، وهيني بحكي بال2021 في نهاية 21 أنها لن تنتهي لا بسنة ولا بسنتين ولا بعشر سنوات. علينا أن ننظر كيف يمكن أن تستثمر. استثمارها لن يتم إلا من خلال خلية متخصصة في
استشراف مستقبل التعامل مع هذه الأزمة. اليوم في بعض الدول تستقطب طاقات حتى أنها تساعد اقتصادها. دكتور أحمد بيعرف دبي والإمارات خلقت شيء اسمه الإقامة الذهبية. فكرة الإقامة الذهبية استغلال طاقات بشرية ستوطن نفسها في الدولة حتى تعطي إنتاج أفضل وتحسن المستوى الاقتصادي كله. إحنا موجودة الطاقات عندنا لكن مصرين أن نتعامل معها كعبء، سامحوني أطلب من أجله المساعدات والمنح، في حين أن علي بالتوازي، بديش أقول أني ما أطلبش مساعدات ومنح لأنه هذا حقي، لكن بالتوازي مع ذلك أن أجد الآليات الاستشرافية التي تؤدي إلى اندماج هذه الطاقات الكبيرة في الاقتصاد الوطني بشكل رسمي، لأن كثير منها مندمج بشكل غير رسمي وبالتالي بيحقق عوائد لكن أقل بكثير من ما يمكن أن يحققه لصالح الاقتصاد، يعني بيصير وهو بيصل لمرحلة الكفاف في حين أنت تستطيع أن تستغله لكي وتستثمره لكي يصل إلى أفضل من ذلك وأنت تستفيد منه بشكل كبير. وإذا أردتم انظروا إلى كيف أن الاقتصاد غير الرسمي أصبح يفوق في المستويات العالمية في الأردن، يعني إذا بدك مؤشر واحد على الاقتصاد غير الرسمي انظر إلى النمو الاقتصادي لليوم لا يتجاوز 2% حتى في السنوات اللي قبل الكوفيد و2 و2 و4 في حين تجد أن الإيرادات العامة ما تزيد ب 11 و12. لماذا؟ لأنه كل من لا يعمل في الاقتصاد غير الرسمي يدفع ضرائب لأنه مضطر أنه يروح يشتري سلع وخدمات وبالتالي يدفع 16% وال 40% وغيرها من الضرائب. فمعناته أنت عندك اقتصاد غير رسمي كما هو في العالم. بالتقرير الوظائف في العالم اليوم بيقول في 2 مليار شخص يعملون في ما يسمى بالانفورمال ايكونومي. لماذا لا نحترم أن وجود اللاجئين ودراسة أثرهم يحتاج إلى مختصين، يحتاج إلى لجنة أوبئة تتعلق بأزمة اللاجئين إذا صح التعبير، وتكون لجنة أوبئة حقيقية، لجنة إنقاذ حقيقي أو بلاش إنقاذ حتى بنستعمل شيء إيجابي، لجنة استشراف مستقبل تنقلنا إلى ما هو أفضل، ولن يكون هناك أفضل من دور ومراكز دراسات. ومركز دراسات في اليرموك مؤسس منذ سنوات طويلة لينظر في هذا الموضوع، لماذا لا استغلاله واستثماره لصانع القرار بدون مقابل حتى من أجل أن نصل إلى وضع أفضل مما نحن عليه بكثير. أشكرك مرة تانية على إتاحة الفرصة، وأنا أعتذر أن أنا مضطر أني أطلع على اجتماع آخر محدد مسبقاً الساعة 1، فشكراً لدعوتي وآمل أني أكون اجتهدت وقدمت شيء لهذه الندوة الطيبة. نعم، شكر دكتور خالد، يعني بالتأكيد نقدر ارتباطك والتزامك، وكما سبق وتحدثت بأن الموضوع ذو شجون ويدخل في تفصيلات كثيرة. سنتابع الجلسة بمرحلتها الختامية. شكرا، أكرر الشكر باسم إدارة المركز وباسم جامعة اليرموك على مشاركتكم العلمية الرصينة في هذه الجلسة، كل الشكر، شكرا جزيلا. بالعودة إلى الحديث أيضا للشأن السياسي والاجتماعي ربما، وأهمية الأدوار المقبلة في ظل موجة اللجوء، سأنتقل للدكتور نظام بركات بوجهة نظره تجاه هذا الموضوع، ثم برسالة ختامية من معالي الدكتور أحمد الهنداوي، وحوار ممن يريد المشاركة بهذه الجلسة من حضورنا الكريم. دكتور نظام، كيف تنظر إلى هذا الملف؟ ما هي الأدوار المقبلة؟ ما الذي يجب أن نفعله على المستوى البحثي والسياسي والإداري والاجتماعي من وجهة نظركم؟ المايك بس لو سمحت دكتور، تفعيل المايك. دكتور مايك. نعم، تفضل. يعني حقيقة بس استكمال
قليل فيما يتعلق بما طرح من الأخ جميل النمري فيما يتعلق بالقرارات والسياسات الحكومية أو غيره، وهي مشكلتنا دائمة. وأنا يعني كأستاذ علوم سياسية، فكرة مراكز الأبحاث أو مراكز الدراسات التي تقدم دراسات علمية أو تعتبر think tank لو افترضنا على مستوى الأردن، حتى الآن ما زلنا في مشكلة فيها. يعني أنا أعرف حتى على مستوى مجلس النواب الآن، يعني الكلام إن نعمل تحديث للحياة السياسية وتطوير وتنمية أو كذا، فواحدة من الأمور الأساسية إنه المفترض إنه حتى في داخل مجلس النواب في يوم من الأيام أوجدوا مركز دراسات ثم يبدو لي إنه أغلق. في الحكومات يعني قد يكون مراكز الأبحاث الحكومية لها دور، وفي كل وزارة المفترض فيه مركزه، خاصة فيما يتعامل في قضايا الاقتصاد والاجتماع وغيره، ولكن قد يكون ميزة يعني احنا نقول في عملية التشاور إنه أنت لما بتشاور مع جهة حكومية مباشرة في الغالب في مشكلة في مثل هذه المعلومات. ما هي المشكلة هنا؟ معلش أنا يعني بنظر شوية، بس إنه الموظف الحكومي في وزارة الاقتصاد هو ملتزم بالإحصائيات التي تعطيه إياها الحكومة، وفي الغالب يحاول أن يجامل الحكومة وأن يرضي رؤساء أو غير. فبالتالي وجود مراكز أبحاث مستقلة، وواحد منها زي مركز دراسات اللاجئين أو الجامعات، يعني مش بالضرورة فقط في قضايا اللاجئين، في القضايا الأخرى، إنه هذه المراكز العلمية قد تحصل على معلومات وليست مقيدة بالمعلومات الحكومية، ولذلك مرات يعني المعلومات الحكومية قد تكون وراها أهداف لتبرير سياسات الدولة أو الحكومة، وهذا موجود. فأنا لما ألجأ إلى مراكز أبحاث مستقلة، إلى جامعات لتزودني بدراسات، هذه ستعتمد على يعني الآن الإحصائيات الدولية موجودة عن كل الأشياء اللي بدك إياها، عن الدخل ولا عن السكان ولا غيره، سهل إنك تحصل عليها. وأنا بدي أفترض إنه فيها خبراء وعلماء لديهم آخر النظريات العلمية في مجال دراسة الحالات اللي هي تواجه المجتمع، تواجه الاقتصاد، تواجه حتى السياسة الخارجية. فبالتالي الاستعانة في هذه المراكز، وهي حتى يعني ليست سمة أساسية عندنا، لأنه احنا اولا نأتي بالوزير او بالنائب، معلش، وهو لشخص في الغالب قد يكون مختلف، يعني من ذو خلفية أخرى. يعني شو المقصود من أنا بدي أضع وزير اقتصاد وأروح أجيب طبيب؟ هذا الطبيب في الغرب ممكن يحدث هذا الكلام، بس هذا الطبيب قبل أن يصل هو جزء من حزب، هذا الحزب رباه ودربه وعلمه ويمده بالمعلومات أو بالدراسات لاتخاذ القرار السليم. أما أنا أجيب واحد هو خلي الذهن وأضعه في مركز المسؤول، هو مخلص ومحترم وكذا، بس كيف سيدير مجال عمل أو إدارة أزمة أو إدارة استثمار وهو لا يستند إلى دراسات علمية حقيقية أو إلى لم يعد مثل هذا الدور أساساً هو؟ لذلك يعني فكرة وجود مراكز الأبحاث أو دراسات قضية محسومة، وخاصة أن تكون مستقلة، يعني وهذا الاستقلال العملية مهمة حتى لا تكون التعيين فيها بس كوظائف حكومية لملأ فراغات وظل يعني تفتي، خلينا نقول آسف، بما تريده القيادات السياسية. نقطة ثانية اللي هي يعني القرارات حين تصدر، وأنا بحكي سياسة وتكميل أو إكمالا لما طرحه الأخ جميل النمري، يعني فكرة إنه لما تصدر القرارات ويشارك الشعب فيها بده يتحمل المسؤولية. يعني أنت بتقول أنا بدي أستقبل مهاجرين أو بدي أرفض صفقة القرن، حين يشارك الشعب في هذا القرار عنده استعداد أن يتحمل المسؤولية، يعني يقبل أنه يعيش يعني نوع من الاقتصاد، عدم
البحث عن الرفاهية أو غيره، لأنه هو شارك في مثل هذا القرار. أما أنا لما معظم القرارات الرئيسية تصدر والشعب لم يكن له رأي فيها، فبالتالي سيبقى يعني يتذمر ويرفض ويحتج وغيره حتى بالوسائل الأخرى. فبالتالي إصلاح المنظومة السياسية عملية أساسية، وحتى يكون العمل عمل جماعي. حتى بالأحزاب، شو المقصود بالأحزاب؟ الأحزاب هي عمل جماعي. أنا لما أبعث نائب للبرلمان، نائب منفرد ويجلس في مجلس النواب، وفي الأخير بده يناقش الموازنة ويناقش صندوق النقد الدولي ويناقش، وهو لا يدري عنها شيء. معناته هذا الفرد لو كان ضمن مجموعة، كتلة، حزب، تيار، ما يكون عنده مركز معلومات يجمع بعده، حتى يعني التصويت هو في الأخير التصويت مبني على قرار جماعي، وليس قراره لحاله واحد يأثر عليه أو يعني فكرة التأثير الفردي. فهذه نقطة. في نقطة يعني مهمة في قضية الثقافة، يعني لاحظوا أن التقارب الثقافي ما بين المجتمعات العربية، وخاصة يعني خلينا نحكي عن الهجرة أو اللاجئين السوريين، يعني اللاجئين السوريين ليسوا غريبين في ثقافتهم كثيرا عن الثقافة العربية الموجودة في الأردن، وبالتالي يعني اندماجهم في المجتمع سيكون أسهل. بينما لما بيهاجر هذا السوري بيروح إلى ألمانيا، سيواجه ثقافة ومجتمع وعادات وتقاليد كلها مختلفة تماماً، ولاحظوا أنهم نجحوا في استقطابه. لماذا؟ أنه وضعوا له برامج ويضعوه في شغل، في عمل، في حتى توزيعهم الجغرافي على المصانع وعلى غيره شيء ضمن خطة. بينما إحنا ترك لكل لاجئ أو لكل سوري يذهب أينما أراد، يعني حتى في العمل أو غيره، فتركزوا في المدن الرئيسية والمناطق اللي قد أكون إحنا بحاجة إلى تنميتها، غابوا عنها. في نفس الوقت الثقافة، أنا بقول يعني هل ممكن، وهذا إحنا بنحكي على المدى البعيد، إنه الثقافة أهل الشام، هذا معروف عندنا إحنا في الأردن، إنه أهل الشام معروفين مثلاً بصناعة الحلويات أو خدمات الأكل والمطاعم وكذا. لاحظوا إنه ملاحظ إنه تحسن الوضع في معظم المطاعم الآن الموجودة في الأردن بوجود شباب سوري يعمل في هذه طب أليس هذه فرصة أيضاً أن نتعلم منهم فكرة اكتساب هذه الخبرات أو المهارات، حتى فكرة الصبر. يعني معلش أنا بحكي عن ملاحظات قد يكون شخصية، إنه مثابر العامل هذا اللي بيشتغل في المطعم مثل أخي بيشتغل 8 ساعات 10 ساعات وهو يعمل بصورة دائمة، وما هذا يعني لما يكون إلى جواره ناس أردنيين بيشتغلوا، شباب من شبابنا بيشتغل معه، في الغالب سيؤثر عليهم، سيؤثر بفكر التعايش. أنت موجود مع واحد حتى في إدارة الأعمال اللي فتحوا مصانع الآن في الأردن، مصانع الحلويات أو مصانع الفاين والملابس وغيره، يعني أليس محفزاً للأردنيين أن نستفيد من خبرتهم، من حتى منافساتهم أو غيره؟ فبالتالي تمازج الثقافات، وخاصة أن الثقافة ليست غريبة كثيراً عنا، ليست بعيدة يعني، وخاصة لما نحكي عن الشمال الآن في الأردن، شمال الأردن وجنوب سوريا، ما نفس الثقافة السائدة مشتركة تقريباً، وفي تقارب كبير، فهذا يسهل اندماجهم وعملهم والتعامل معهم. لا بدهم مترجم ولا بدهم واحد يفهمهم من العادات والتقاليد الأردنية. يعني العملية حتى هم يعني يشعروا بأنهم ليسوا كثيراً غرباء. يعني امشي في أي شوارع إربد، إذا شفت واحد سوري أو شامي أو لاجئ من سوريا، هل تستطيع تمييزه؟ في الغالب لا، شكلاً. فبالتالي هذا قد يكون عامل اندماج، اللي هي تقارب الأصول الحضارية والثقافية والاجتماعية ما بين الأردن وسوريا، وخاصة أنه في شوام عندنا قديمين في الأردن، جزء من سكان الأردن اللي جاءوا من أيام الثورة العربية الكبرى، أو حتى حكومة دمشق يعني اللي أنشئت مع الملك فيصل، ولما أنشئت الإمارة جزء كبير من مؤسسي التجارة في الأردن كانوا شواب. يعني هم هاجروا
أثناء الاحتلال الفرنسي إلى سوريا، هاجروا إلى الأردن، استقروا في الأردن، وكان لهم دور في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن. فبالتالي هنا فكرة الجانب الثقافي، التقارب الثقافي الكذا، قد يسهل عملية الاندماج. بينما هذا لما بده يروح لفرنسا، لألمانيا، لغيره، عنده يعني أعتقد عقبات كثيرة أخرى. على المستوى يعني كيف يمكن أن نتعامل، أنا بقول يعني اللي هي في الحل النهائي، أنا بقول أمام أنا مشكلة في قضية التعامل مع قضية اللاجئين. قضية اللاجئين بجزء أنا حكيت سابقا أنها هي ترتبط بمجموعة من الأشياء اللي هي في حل مشكلة اللاجئين. أنا بدي أوفق بين ثلاثة احتمالات قد تكون متضاربة أو مختلفة في حل قضية اللاجئين وبالذات اللاجئين السوريين. أول واحدة حماية اللاجئين والمحافظة على حقوقهم، يعني المفترض أنهم يتعرضوش للقتل، وبالتالي يعني إحنا قبلنا رغم أنه قد يكون ليس يعني لا تتناسب مع قدراتنا عدد اللاجئين الذين جاءوا، إيمانا منا بأنه حماية اللاجئين والمحافظة على حقوقهم هذا واجب على الدولة الأردنية، أنه ناس عرب معرضين للخطر، معرضين لمشاكل، أنه تستقبلهم. إذن أنت بدك تحاول تحميهم. طبعا تحميهم ماذا تعني؟ أنه في الغالب أنت مضطر أنك تأمن لهم وسائل المعيشة، يعني بدك تأمن له السكن وتأمن له صحة وتعليم وغيره. فهذا البند الأول في المتغيرات اللي بدها تعتمد على حل قضية اللاجئين. القضية الثانية اللي هي تحت الأمن الوطني، أنا بدي أفترض أنه أي دولة بيجيها أعداد كبيرة من الناس الغرباء أو غيره قد يخلقوا مشكلة. فبالتالي واجب الدولة الأردنية، ولاحظوا أنه يعني قضية ملف اللاجئين في الغالب استلمت وزارة الداخلية منذ البداية، على أساس أنه هاي قضية لها علاقة أيضا بالأمن الوطني، لأنه هؤلاء إذا يعني لم تتوفر لهم وسائل المعيشة ولا الاستقبال ولا غيره قد يخلقوا مشاكل داخلية مع السكان، نزاعات جماعية يصير أو غيره. فبالتالي تحقيق الأمن الوطني، وآخر واحدة اللي هي إنجاز عمليات التنمية وتحسين مستوى المعيشة. إذا أنا حققت مستويات معيشة جيدة، فبالتالي أنا قد أستوعب هؤلاء اللاجئين ضمن منظوماتي الاقتصادية وقطاعات الإنتاج اللي عندي. أنا المفترض من ناحية أمنية، وحتى الآن يعني الحمد لله أنا بقول إنه لم تظهر أي مشاكل أمنية كبيرة مع وجود هذه الأعداد من المهاجرين. أنا نجيب 1.5 مليون وتحطهم في منطقة غريبة، وخاصة أنا بدي أفترض إنه يعني النظام في سوريا كان نظاما مختلفا تماما عن النظام الموجود في الأردن، يعني الخلفيات الحزبية، الانتماءات أو غيره، ولكن استطاع الأردن أن يعني يستوعبهم، لم تظهر مشاكل واضحة تهدد الأمن الوطني. وقضية تأمين هو الحق الإنساني، أنا بدي أفترض هذا المفترض أنه برضو المنظمات الدولية تلعب دور في تأمين معيشة مناسبة، وخاصة لغير المنتجين. يعني اشتغل هي بس اللي بيعيشوا في المخيمات، وفي جزء كبير من اللي لاجئين كان من الأطفال والنساء. فبالتالي المفترض يعني بدوافع إنسانية المفترض أن أؤمن لهم حقوقهم وحرياتهم وسبل المعيشة لديهم. إذا استطعت أن أوفق بين ثلاثة متغيرات، حماية حقوقهم، تحقيق الأمن الوطني للدولة حتى لا يخلقوا مشاكل، لأن اللاجئين في كثير من الدول خلقوا مشاكل. نعم دكتور. اللاجئين الآخرين يعني الآن في أوروبا، يعني كثير من الناس بيقول لك أن جزء كبير من عمليات الإرهاب ترتبط بمهاجرين، بناس أجوا من بيئات مختلفة بأفكار مختلفة، وبالتالي هذا خلق ردة فعل عند المجتمعات الأوروبية في التعامل مع غير المواطنين، خلينا نقول يعني قد يكونوا لاجئين أو مهاجرين. آخر واحدة اللي هي التنمية، إذا ما حصلش تنمية سواء على مستوى الدولة يعني اللي هي تستطيع تحسين مستويات المعيشة للناس، وإذا تحسنت مستويات المعيشة للناس هذا يضمن أيضا
تحسين مستويات المعيشة للاجئين الموجودين اللي هم أصبحوا جزء من هذا المجتمع. فبالتالي هذه ثلاثة أمور المتضاربة مفترض أحاول أوائم ما بينها، وهنا منني لقضية الدراسات العلمية أو المختصين الذين يبحثون في مثل هذه الأمور، وبدك فريق أبحاث، يعني ما بقدره لأنه هذا واحد بيسوي كل هذه الدراسات وبيشارك فيها جهات مختلفة. يعني ما هي مخاطر على الأمن مثلا؟ لو افترضنا المفترض أنه جهات تقوم بدراسات أنه هل الهجرة السورية أو الهجرة العراقية أو الآن في لبنان مثلا صار في مشاكل لها علاقة بالمهاجرين، مفترض يكون عندي دراسات من جهات مختصة مختلفة ومستقلة وعلماء وخبراء، والاستعانة بمراكز الدراسة، ما نظلش فقط بالجانب الرسمي وما تقول الحكومة وإحصائيات الحكومة ونعمل ما تريده الحكومة. أنا هذا الكلام أنا بدرس مادة اسمها في مناهج البحث عن صنع القرار، يعني من أساسيات صنع القرار السليم أن أتشاور، وأتشاور مع مين؟ هذا الأساس، أن تساهم المراكز الأبحاث والدراسات اللي تملك معلومات وتملك علماء وتملك نظريات حديثة أو كذا لتصويب القرارات، وأن يكون قراري رشيد أو حوكمة القرارات. أنا بدي أشكرك دكتور، وربما يكون يعني في الوقت متسع ربما لعودة قادمة، لكن سأنتقل من مفهوم التنمية ربما والمساهمة في التنمية إلى البعد الاقتصادي من خلال معالي الدكتور أحمد الهنداوي، ويعني أعيد صياغة السؤال بطريقة جديدة ربما أو مختلفة. هل هناك حلول ممكنة قابلة للتطبيق اقتصاديا وبالتالي تنعكس على الوضع الاجتماعي والقرارات السياسية؟ هل نستطيع أن نقدم مقترحات مختلفة لصناع القرار حول هذا الموضوع؟ إلى أين نذهب حتى تكون طريقنا صحيحة؟ دكتور أحمد تفضل. شكرا دكتور طارق على هذا السؤال. أنا إذا بدي أبدأ من النهاية دكتور، إذا بدي أعطي خلاصة هذه الورش القيمة بسطر أو بسطرين، وبعدين ممكن أدخل لبعض الحلول اللي بدأت فيها وأكملها في الإجابة السابقة. الخلاصة الأمر كل حكى رائع وممتاز وثري جدا، ويؤدي ويقول إلى خلاصة رئيسية، أن الأردن بتاريخه بتجربته بسمعته الدولية بالاحترام الذي يكنه العالم كله لقيادته، التضحيات اللي قام فيها شعبه خلال عقود طويلة في هذا الموضوع في موضوع اللاجئين، لهو الأقدر من بين كافة دول العالم على صياغة منظومة جديدة كلياً لإدارة العلاقة مع اللاجئين أو لإدارة خلينا نسميه موضوع اللاجئين. والأساس في هذه المنظومة الجديدة إنه ننقل التفكير في اللاجئين من أنهم عبء على أنهم مورد، مثل ما أجمع كافة الإخوة المتحدثين. إذا نظرنا إلى اللاجئ على أنه مورد يمكن الاستفادة منه واستثماره في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة، ويساهم في تحقيق الأمن والحماية للاجئ، ويساهم في تحسين مستوى المعيشة له في نفس الوقت، نعتقد نحن يعني حققنا استشراف مستقبل بمفهومه الحقيقي، عملنا الدراسة الاستشرافية المستقبلية، خرجنا منها بتوصيات محددة، وأخذنا الباي-إن، وتحدث أخي الدكتور على موضوع مشاركة كافة الأطراف المعنية في اتخاذ القرار، سواء حكومات دولة مضيفة أو المفوضية العليا للاجئين أو الدول الداعمة أو الجهات التمويلية العالمية أو حتى شركات القطاع الخاص داخل الدولة المضيفة وفي العالم. بإمكان
أخي الدكتور وأختي الدكتورة والإخوان والإخوات الأفاضل من أنه نصيغ منظومة جديدة كلية لإدارة العلاقة مع اللاجئين من خلال توصيات واضحة ومحددة اللي أنا بطمحه حتى تكون بالفعل النظرة استشرافية بعيدة المدى. ما الذي يمنع من تعديل ميثاق اللاجئين 1951 ليتضمن هذا الفكر الجديد بأنه اللاجئ ليس عبء والدعم له ليس فقط دعم إنساني بل دعم لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تحقق الفائدة للاجئ والدولة المضيفة وشعبها ودول العالم أجمع. نخرج مثل ما بيحكوا بحل وين 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 لكل الأطراف. الحل الحالي اللي معتمد خلال 60 سنة الماضية هو حل لوز 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 لكافة الأطراف. فبدنا من خلال هذه النظرة الاستشرافية إنه ننقل هذا المايندسيت هاي المينتاليتي العالمية. وأنا بتأمل إنه هذه الورشة تكون نواة لتحقيق هذه النظرة الاستشرافية. يا سيدي الأفكار الاقتصادية كثيرة مثل ما حكيت على مستوى اللاجئ على مستوى المخيم على مستوى UNHCR المفوضية العليا على مستوى إدارة الاقتصاد الوطني على مستوى الجهات التمويلية. لا تستطيع الجهات التمويلية أن تترك الدول المضيفة اذهب أنت وربك فقاتلا. ما بنقدر. إحنا كان حصة الفرد من المياه في الستينات 3400 متر مكعب. إحنا الآن من الدول الأكثر فقراً إذا ما وصلنا أكثر دولة فقر بالمياه أقل من 80 متر مكعب للفرد بالعام. الطاقة عندنا مشكلة، البنية التحتية عندنا مشكلة، قطاع الصحة والتعليم عندنا مشكلة. في مسؤولية وعبء سيستمر على الدول الداعمة وعلى الجهات الممولة العالمية ولكن المنظومة تتغير بحيث أنه بالفعل نخرج من هذا التحدي ونحوله إلى فرص وننظر إلى هذا العنصر الهام اللي هو اللاجئين على أنه مورد وعلى أنه ليس تحدي. فهي فرصة سيدي وأنا بتأمل أنه من خلال هذا الجهد المبادر اللي أنتم قمتوا فيه أنه بالفعل المرحلة القادمة توصيات، المرحلة اللي بعديها توصيات معززة بدراسة، المرحلة اللي بعديها نأخذ الباي إن من الحكومة من الـ UNHCR من الجهات الدولية وبالفعل نغذر ونعدل هذه المنظومة العالمية في إدارة اللاجئين في المستقبل بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا. بدي أسأل الدكتور نظام بركات، كنت قد تحدثت عن الأثر الإيجابي لوجود النازحين وربما على الاستثمار وما إلى شابه، يمكن أن نجد ذلك في مصر تحديدا. يعني أنا بصراحة كنت بقرأ التقارير في مصر ارتفع الاستثمار لا سيما مع وجود النازحين واللاجئين، لكن ما الآثار السلبية التي قد تنشأ عن وجود النازحين واللاجئين لا سيما التي ستؤدي أو أدت إلى توترات سياسية، والذين اعتبروا بأحد التقارير أن اللجوء كأحد أنواع الهجرة يعتبر تهديداً، يعني كان الكلام تهديداً للأمن والهوية والرفاهية الاقتصادية. فما رأيك كيف نقيم الأمر ما بين الآثار الإيجابية كوجود الاستثمار وبين الآثار السلبية كتهديد للأمن القومي والهوية الوطنية والرفاهية الاقتصادية؟ تفضل دكتور نظام. المايك دكتور عذراً المايك دكتور نظام. الزملاء بالدعم الفني يا ريت تساهموا بحل مشكلة المايك. تفضل دكتور. سلام مشتاق. ماشي يا سيدي. يلا. الفكرة اللاجئين والنازحين، يعني أنت المفترض أنه في فارق كبير، يعني أكيد. النازحين اللي هم نزحوا في داخل نفس الدولة، يعني صح. ناس ينزحوا من إقليم إلى آخر في داخل نفس الدولة، ولذلك يعني اللي حصل في القضية الفلسطينية اللي جاءوا من سنة 67 من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية سموا نازحين باعتبارهم أنه هم في داخل نفس الدولة اللي هي الأردنية، يعني الدولة الأردنية كانت مكونة من ضفة شرقية وغربية، فالذين جاءوا بعد حرب 67 اعتبروا نازحين وليسوا لاجئين، لأن اللاجئ المفترض أن يقطع حدود دولته إلى دولة أخرى. أخرى صحيح. وقد يكون السبب واحد، الخوف من الاضطهاد أو تعرضه
العنف أو غيره. فالمشكلة الأساسية اللي احنا بنناقش فيها الآن هي في الغالب مع اللاجئين، لأنه قضية النازحين قد ينزح الناس نحو السكن في المدن مثلا أو كوارث طبيعية، أو فبالتالي هؤلاء هم مواطنين في داخل نفس الدولة، ويعني يختلف وضعهم عن اللاجئين. فقضيتنا في الأساس هنا مع اللاجئين بالذات. فقضية اللاجئين أنه يشكلوا تهديدا هنا لها علاقة، يعني أنا حكيت شوية عن حجمهم، يعني لما يصير عدد اللاجئين الذين يذهبون إلى دولة، يعني لبنان الآن تشكي أنه عدد اللاجئين السوريين اللي فيها صاروا نسبة كبيرة تعادل يعني عدد من السكان، وخاصة أن لبنان يعاني من مشكلة تقسيم الطوائف، وحتى في داخل الدولة الوظائف وكذا بين مسيحي ومسلم ودرزي وشيعي فبالتالي مجيء السوريين إلى هذه الدولة صار ينظر له أنه كأنه دعم لطرف على حساب طرف آخر، لأنه معظم الذين جاءوا قد يكونوا من طائفة معينة الذين جاءوا إلى لبنان، بينما بالنسبة للأردن كانت الأوضاع قد تكون مختلفة. يعني الذين جاءوا من الشام إلى الأردن أو من سوريا إلى الأردن في الغالب هم مواطنين عاديين، يعني مش مصنفين، مع أنه يعني المفترض الانتماء في سوريا كان للحزب والكذا كبيرة أو شيء، بس حين جاءوا لم تظهر عليهم أي بوادر. لذلك يعني كان معروف أنه في محاولة أنه يعني ألا يشكلوا أحزابا أو دعما لأحزاب معينة أو غيره، وكان واضح أنه هم يعني نظر لهم كحالة إنسانية أكثر من أنه يعني تدخلا في الحياة السياسية أو التهديد الأمن الوطني. فإذا نسبة من جاءوا ومدى تقاربهم الآن، يعني المهاجرين الذين ذهبوا إلى أوروبا صاروا ينظروا أنه بدهم يزيدوا عدد المسلمين في فرنسا، وهذا يشكل تهديداً للأمن الفرنسي أو للثقافة الفرنسية أو للحضارة الفرنسية. وبدينا نقول يعني وضع قوانين، ممنوع تروح على السوق وانت لابس حجاب، ممنوع تفوت الجامعة وانت لابس حجاب، وانت يعني بسبب تغير الثقافات ما بين بلد اللجوء ومكان اللي لجأوا منه. ولاحظوا أنه هاي بجزء بنقول في قضية سورية لا تظهر بصورة واضحة. لذلك أنا قلت يعني لو أنت ماشي في شارع إربد هل تستطيع تمييز أنه هذا سوري وهذا مش سوري؟ في الغالب لن تستطيع. بينما العربي أو المسلم أو كذا إذا مشى في أي من الأسواق الغربية في فرنسا في بريطانيا وكذا، يعني لون شعره ولا عينيه ولا مش عارف إيه راح يميزه باعتباره غريب عن المجتمع، وفي الغالب لديه أيضا ثقافة مختلفة، يعني بدروا على الجامع وبيصلي وبدو كذا. فبالتالي هنا صار التخوف الأمني منهم، وخاصة مع ظهور ماذا اللي هي النظامات الإرهابية اللي حاولت تجنيد، يعني المجتمع الغربي رفض استيعابهم، يعني بما معنى إيش قبولهم قبولا طبيعيا، فبالتالي خلق نوع من الكراهية، نوع من الحقد، نوع من كذا، وهذا أدى إلى ردة فعل عند المهاجرين أيضا إنهم بدأوا إيش ينتقموا من هذا المجتمع اللي مش راضي يستوعبهم أو يقبلهم أو يقبل بثقافتهم وانتماءاتهم، فبالتالي خلقوا مشكلة الإرهاب. يعني الإسلام فوبيا الآن الموجود في الغرب الجزء الأساسي منه مرتبط بالمهاجرين، لأنه ما هو السبب إنه هؤلاء جاءوا بكميات كبيرة مرة واحدة؟ يعني ما كان في أوروبا في ناس من البلاد العربية والإسلامية راحوا على يعني جزائريين ومغاربة وكذا يذهبون إلى فرنسا أو إلى بريطانيا يندمجوا في المجتمع، بس الأعداد الكبيرة مرة واحدة، وخاصة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، هذا يذهب إلى فرنسا ويظل على اتصال مع أهله الآن، في بيظل يتفرج على الجزيرة وعلى تلفزيونات وكأنه عايش وين في البلاد العربية التي أتى منها، يعني لا يسعى إلى الاندماج. بينما ذهبوا في البداية يعني معظم الجزائريين الذين ذهبوا حين انتهاء الاحتلال الفرنسي كان بهم يثبت ولاءه لفرنسا، إنه هو مواطن فرنسي، إنه يعني حتى يندمج في المجتمع، واندمج الجزء الأكبر منهم. بس الأجيال الجديدة الآن مع انتشار ثقافة العولمة والاضطراب
التواصل اللي جعلته هو على اتصال مع أهله، يعني يوميا هو بتصل مع أهله بوسائل الاتصال الحديثة، بتفرج على الفضائيات، فذهب ليعيش في الغرب وهو ما زال يحمل ثقافة الشرق أو ثقافة الوطن العربي، فبالتالي هذا سيخلق تصادم، يعني صدام الحضارات، يعني اللي حكى عنه سامبل والهانتينغتون في جزء منه أنه الآن عماله بصير في داخل هذه الدول، يعني أنه هؤلاء لما يشكلوا مجموعة، الآن في كلام عن فوق 5 مليون في فرنسا، 6 مليون عربي في فرنسا، وهؤلاء مع الزمن بدهم يتكاثر ونسبة التزايد والكذا أكثر من الموجود لدى الفرنسيين، قد يشكلوا يعني تهديدا من وجهة نظر كثير، وخاصة الجماعات اليمينية الآن بتقول لك أنه هذول سيشكلوا تهديدا للثقافة الفرنسية، للهوية الفرنسية، للأمة الفرنسية، على أساس أنه هم معتبرين حالهم أهل اليمين يعني بالذات، ولذلك انتشرت الجماعات العنصرية في أوروبا كلها القائمة على رفض قبول المهاجرين أو وضع قيود عليهم. طبعا بجوز هي ألمانيا كانت شوية يعني من اللي خففوا، بعض الدول الإسكندنافية، على أساس أنه بقول لك نحن بحاجة إلى هذه العمالة للاستفادة منها في تغطية مهن لا يوجد من يقوم بها من أهل البلاد نفسهم، وستكون أيدي عاملة رخيصة مقارنة بالألماني أو الذي يعيش أساسا في ألمانيا، وقد يقبل حتى يعني أن يتنازل عن جزءا من حقوقه، خلينا أكون صريح يعني أنه ما بده التقيد بساعات العمل ولا الدوام ولا الحد أدنى من الأجور أو غيره، فبالتالي قد يعتبروا المستثمرين في العالم الغربي أنه هذا يعني إحدى موارد الربح أو القدرة على المنافسة، إذا اشتغلوا هؤلاء في شركات بإنتاج كبير وبأسعار يعني بأجور هم قليلة، قد تنعش هذه الشركات وتزيد قدرتها على المنافسة مع الشركات في الدول الأخرى، وبالتالي هذا كان ممكن أن نستفيد منه أيضا في الأردن، إحنا إذا جتنا أيدي عاملة رخيصة وبقدرات يعني مهنية أو بنوع من الحرف، إنه زيد قدراتنا على المنافسة في الخارج، يعني صحيح. زي ما إجت المطاعم السورية فتحت عندنا الآن في جزء كبير منها هو ناجح، فإحنا ممكن إنه أيضا نخرج إلى مناطق أخرى الآن في دول الخليج، يعني أنا بعرف السعودية يعني كثير من المطاعم الموجودة عندنا بدأت تخرج لتفتح لها فروع في دول الخليج، في السعودية بالذات، في دبي، يعني في مناطق كاملة فيها، هذا ناتج عن إنه استطعنا أن ننافس. كيف تنافس؟ إذا حصلت على أيدي عاملة رخيصة ومدرب ومهنة وضمان الجودة في الإنتاج، وفي نفس الوقت يعني نقبل بفكرة المنافسة، يعني بما معناه أنك بدك ترخص أسعارك، تعمل على الجودة حتى تستطيع تنافس الشركات الأخرى على مستوى العالم. نعم دكتور، شكرا دكتور. بدي أنتقل للأستاذ محمد أحمد من حضور الندوة، سؤالك لو سمحت أستاذ محمد ولمن توجهه، وحتى لا نطيل على الحضور يعني الكريم، عشر دقائق لازم أمشي أنا يعني. مفهوم دكتور إن شاء الله، فحتى لا نطيل يعني على الجمهور الكريم، حبذا لو كان السؤال مختصرا والإجابة يعني تكون مباشرة ومختصرة. أستاذ محمد لين توجه السؤال، وما هو سؤال؟ تفضل. صوت أستاذ محمد. هو مش سؤال صار بجوز، هي من باب التنميه، بانه مع ازمه اللجوء بعد 2015 ظهر عندنا شيء اسمه اهداف التنميه المستدامه 2030، واللي رتبت انه العالم كلياته الان بلش يتجه للاماكن اللي فيها مشاكل بيئيه واقتصاديه وتعليميه وتتعلق باللجوء، ويقدم دعم كبير لهي المناطق. بجوز احنا واجهناه خلال الفترة الماضية من خلال دعم المشاريع اللي اجت للسوريين والأردنيين
بشكل كبير وواسع، لكن لم يتم تنظيمه بطريقة سليمة من قبل التشريعات الموجودة داخل الأردن، وكان سبب كبير في ظهور كثير من المشاكل المجتمعية والسياسية والاقتصادية اللي عايشناها، لأنه خلينا نقول ضعف إدارة المنح المقدمة من الجهات الداعمة للسوريين والأردنيين بشكل عام داخل الأردن كان أحد الأسباب اللي خلت الأزمة الاقتصادية في الأردن تتفاقم بسبب اللجوء السوري. لو تم إدارته بطريقة سليمة وفق معطيات أساسية قائمة على تجارب دول غربية اللي اشتغلت على نفس المنهجية مع اللاجئين اللي دخلوا بلدانهم، كان ما وقعنا بنفس الدوامة اللي احنا الآن بنحكي فيها ونتناقش فيها من حيث المعطيات اللي انتم طارحينها. بس شكرا على مداخلتك أستاذ محمد، يعني مداخلة قيمة بالتأكيد بتثري الندوة. دكتور جاسم تفضل حضرتك كسؤالك ولمن توجهه، و حبذا لو كان بشكل مباشر وسريع. تفضل دكتور جاسم. أنا أستميحكم لثلاث دقائق لو تكرم. يعني ثلاث دقائق يمكن كثير، لأنه الدكتور نظام مرتبط بمحاضرة. إحنا من حيث المبدأ يعني منرحب بالكل، لكن حبذا لو كانت الرسالة يعني سريعة. تفضل دكتور جاسم. إن شاء الله. أنا جاسم محمد صالح، عضو الأمانة العامة لاتحاد الأكاديميين العرب، لاجئ عراقي في تركيا منذ 8 سنوات. شكري وتقديري إلى جامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية ومركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القصرية، أساتذتي الأكارم، السادة الحضور جميعا مع حفظ الألقاب، السلام عليكم. أنا أقول أن النازح أو اللاجئ أو المهاجر هو بالنهاية إنسان اضطر إلى ترك بلده بسبب عوامل الطرد، لكن ما يهمنا اليوم هو عنوان هذه الندوة: استشراف المستقبل وواقع اللجوء. أساتذة الأكارم، يقسم اللجوء هنا إلى نوعين حسب تواجد وطرق اللجوء. أولاً اللجوء النظامي، حيث يتم سفر اللاجئ من بلده الأم إلى أحد دول الجوار على أمل تقديم أوراقه بعد الشعور بالأمان إلى دائرة اليون، ومن ثم الحصول على دولة استيطان ثالثة كالولايات المتحدة أو أوروبا أو أستراليا أو كندا أو ما إلى ذلك. وأغلب اللاجئين مقيمين حالياً مقسمين حالياً إلى جنسيات كسوري، عراقي، ليبي، يمني، أفغاني، إيراني وما إلى ذلك. لماذا هذه الدول؟ لأنها تشهد عدم استقرار أمني واقتصادي وعدم استقرار سياسي. وللعلم أن الحاصلين على القبول في دول الاستيطان لا يتجاوز نسبتهم 10% من أعداد اللاجئين الكلية. وعند العرب، اللاجئ دخيل يأمل بالحماية إلى أجل مسمى إلى حين مغادرته إلى دولة أخرى. ثانياً، السفر إلى دولة معينة بصورة شرعية أو غير شرعية إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، ومن هناك تقدم أوراق اللجوء من تلك الدول، وهذه لها حديث آخر. أنا سؤالي إلى معالي الدكتور أحمد النداوي: المؤشر هنا كيف يمكننا دراسة واقع مستقبل اللجوء واستشراف المستقبلات وواقع اللجوء خصوصا في دولنا العربية وتركيا، باعتبار تركيا أيضا من دول استقطاب اللاجئين لأنها دولة مسلمة ومجاورة لكثير من الدول الطاردة كالعراق وسوريا، وسبل الخروج من تلك الأزمة من خلال دفع ملفات اللاجئين إلى الأمام وقفل ملفاتهم. طبعا الجميل والناجح والحاسم في المملكة الأردنية الهاشمية سرعة ملفات اللاجئين، حيث عمدت الحكومة إلى مخاطبة دول الاستقبال بسرعة إنجاز ملفات اللاجئين، كون أن المملكة لا يمكنها استيعاب الأعداد المتزايدة للاجئين ومكوثهم لسنوات طويلة على أراضيها، وهذا طبعا من صالح طالب اللجوء. أما في تركيا، لم تحرك رئاسة الهجرة ساكنا بدفع تلك الملفات إلى الأمام. هو الحال. شكرا دكتور جاسم. بدي أنتقل بسبب ضيق الوقت الأستاذ تيت، أيضا لديها مداخلة، نأخذ وجبة الأسئلة ثم نختتم بالإجابات. شكرا دكتور جاسم. شكرا أستاذ تغريد، تفضلي. نعم، شكرا للجميع، شكرا لجميع المتحدثين. بصراحة كان عندي أكثر من نقطة، خصوصا أن الحديث كان امتد لأكثر من 3 ساعات، وبالتالي أكيد في أكثر من قضية. هلا قضيتي الأولى أنه لو كانت مختصرة ومباشرة. نعم. أستاذ تغريد، نعم
لا، الأردن لم تكن من الدول الموقعة على اتفاقية الخاصة، الاتفاقية الخاصة باللاجئين عام 51، ولا حتى التعديل اللي صار بال 67. الأردن هي وقعت نوع من مذكرة التفاهم مع الـ HCR في عام 1998، وبناء على مذكرة التفاهم يجوز للاجئ أن يبقى على الأراضي الأردنية لمدة 6 أشهر. بعد مضي 6 أشهر يتوجب على المفوضية السامية أن تعمل عملية إعادة توطين للاجئ في دولة ثالثة. هلأ في عام 2014 تم توقيع تعديل مذكرة التفاهم بحيث يستطيع اللاجئ أن يبقى على الأراضي الأردنية لمدة سنة واحدة، وبالتالي إحنا صار لنا 10 سنين حالياً وما زال اللاجئ موجود على الأراضي الأردنية، فبالتالي في قصور في عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. سؤالي هون كان للدكتور خالد وزني وحاليا للدكتور الهنداوي بأنه غياب دور حقيقي للمجتمع الدولي، لما بيوعدونا في 100% وبالتالي بيعطونا 20% أو 30% من المساعدات. وكمان سؤالي بدور حول أنه الحديث حول قضايا فساد كثيرة فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة للاجئين والمساعدات الدولية. الجميع تحدث عن قضية إدماج للاجئ في المجتمع الأردني، بعتقد هون أصبحنا نتحدث عن توطين أو إعادة توطين للاجئ على الأراضي الأردنية. لا أعتقد أنه حل المشكلة بتوطين اللاجئ في الأراضي الأردنية، بالتالي لا أعتقد ما أنه ما حدث به هو الحل الصحيح لقضية اللجوء السوري في الأردن. كمان عندي قضية فيما يتعلق بالقضية أخيرة، قضية اللاجئ الفلسطيني، وبحيث أن اللاجئ الفلسطيني أو القائم على مساعدة اللاجئ الفلسطيني هي الأونروا، والأونروا لا تستطيع أن تقدم الحماية للاجئ الفلسطيني لأنها وكالة خدمية وجدت لتقديم الخدمات. في ظل غياب تأمين أو تقديم الحماية من الأونروا للاجئ الفلسطيني وقضية تأمين حق العودة للاجئ الفلسطيني، كيف يجب أن نؤمن الحماية للاجئ الفلسطيني؟ شكرا. نعم شكرا. بنتقل أيضا بالسؤال الأخير الأستاذ مازن أبو قمر. تفضل أستاذ مازن. مساء، يعطيك العافية وشكرا جزيلا لهاي يعني اللقاء القيم بصراحة، وفي تفاصيله وثناياه نقاط كثير يجب الإشارة إلها، ولكن يعني التزاما بطلبك دكتور طارق راح أتوجه بجزئية أعتقد أنه أثارها معالي الدكتور أحمد وهي نقطة هامة، ولكن قبل الاتجاه لهاي النقطة بدي أشير لجزئية أنه أعتقد من وجهة نظري أنه في الدولة الأردنية هناك بعض النقاط أو علامات الاستفهام على إدارة الموارد في الدولة، وفي سوء بالتعامل مع كل الفرص المتاحة، وهذا أصبح واضح وجلي. ما بعتقد أنه الأزمة السورية هي الأزمة أو المورد البشري اللي ممكن يؤدينا الآن فرصة نقدر من خلال نقول أنه إحنا قاعدين يعني نستغل وجود هذا المورد البشري، وذكرت معاليك بهذه الجزئية، ولكن بعتقد أنه يجب تجويد التعامل كإدارة عامة مع كل الموارد وإعادة النظر في علاقة المورد مع الآخر ووصولاً إلى النتائج، وهذه جزئية بعتقد أنه الأردن يعني أخفق التعامل فيها مع الأردنيين بظل وجود اقتراب كفاءات أردنية على كل دول العالم، وأكيد يعني تجاربنا الوطنية واضحة معهم. ولكن وأنا أكيد يعني كمان يعني بوجه السؤال باتجاهين لمعالي الدكتور أحمد والدكتور بركات، والجزئية مرتبطة بأنه أغلى فاتورة بالعالم هي فاتورة الموارد الطبيعية، ويعني أجلاها بالأردن يعني هي على قائمة هاي الموارد الطبيعية الآن، لأنه مستشعر هاي الأزمة هي موضوع المياه. فإذا إحنا طلعنا الأزمة السورية كأزمة قدرت إنه تساهم في زيادة تفاقم المشكلة وتسرع وتيرة هاي المشكلة، طبعاً إلى جانب أزمة المياه، أزمة في البنية التحتية والمدارس والصحة والتعليم، كونه كل هاي الأعداد إجت بصورة طارئة. أنا الآن يعني الأردن بيشتري حوالي 55 مليون أو اشترى 55 مليون متر مي مكعب، والآن هذا الشح بالمياه أصبح يشكل أزمة سياسية، وهنا معني بأنه يكون الدكتور بركات له تعليق على أزمة الموارد الطبيعية اللي اتجهت باتجاه آخر لأزمة سياسية. فهون
يجب إعادة النظر وتوجيه لجزئية مرتبطة بالأزمة اللاجئين السوريين بضغطهم على الموارد وبصورة رئيسية الضغط على مورد المياه. نعم يعني الضغط على الموارد الطبيعية وأثره السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل اللجوء. أنا بدي أشكرك أخي مازن سريعاً. نعم. بعد إذنك دكتور بعد إذنك. نعم. وأنا بدي أشير للجزئية أنه الأردن يعني أخفق بإدارة الأزمة اللاجئين من خلال تسمية أو اختيار موقع المخيم الزعتري كونه يعني بتربع مخيم الزعتري على أحد أهم الأحواض المائية أو من الأحواض المائية المهمة بالأردن، وتم هناك التعاملات والممارسات الخاطئة مع المخيم من خلال يعني خلينا نقول التصريف الخاطئ لمياه السوداء أو مياه الصرف الصحي، وكان في هناك بناء عشوائي اللي بدوره ممكن يكون راح يرهق هذا الحوض. بدي أشكرك أخي مازن لضيق الوقت، ارتباطات ضيوفنا أعطونا من وقتهم ساعة إضافية، بدنا نحاول نلخص وننهي هذه الجلسة. بدي أطلب دكتور أحمد الهنداوي الإجابة، وحبذا دكتور لو كانت يعني مباشرة وسريعة على أبرز ما تم طرحه من الأسئلة، ثم ننتقل لدكتور النظام وننهي هذه الجلسة التي كانت طيبة ومباركة بوجودكم ومشاركتكم. دكتور أحمد تفضل. شكرا دكتور، وشكرا على هذه الأسئلة القيمة، وبحاول أعطي إضاءات سريعة للأسئلة القيمة والثرية اللي تفضلوا الدكتور جاسم والدكتور التغريد والأستاذ مازن وحكوا عنها. الدكتور جاسم، كيف نقدر كدول إن نعمل الدراسات الاستشرافية؟ لازم يكون في عندنا دراسات تفصيلية، يعني ما نأخذ الأمور بأشكالها، مش فقط نحكي عندنا 1,300,000 لاجئ سوري معناته حتماً هم عبء، معناته حتما الأثر السلبي على البطالة وعلى قطاع الأعمال. لا، لما ندرس تفصيليا شكل سوق العمل في الأردن، ولما ندرس تفصيليا هؤلاء اللاجئين ومهاراتهم وخبراتهم وعلمهم ومعرفتهم، نستطيع أن ندير هذا الموضوع كإدارة مورد مثل ما تفضلوا كل الإخوان، وليس كإدارة عبء. ولكن لازم ننظر للتفصيل، لازم ننظر للقطاعات الاقتصادية المختلفة. هل في أردنيين بقطاع المقاولات؟ هل في أردنيين بقطاع الزراعة؟ هل في أردنيين بقطاع الخدمات المنزلية وغيرها؟ حتى بالقطاعات اللي فيها أردنيين، كيف ممكن أن ننقل المعرفة حتى نعزز من الإنتاجية؟ الدكتورة تغريد، الدور الحقيقي للمجتمع الدولي ستي، يعني بالفعل عنوان رئيسي. المجتمع الدولي لما تبدأ أزمة اللجوء بيكون في اهتمام إعلامي، بيكون في اهتمام أخلاقي، بيكون في دعم، وبعدين لما تبدأ قضية اللاجئين إنها تبعد عن الإعلام بيبدأ هذا الاهتمام الدولي من قبل المجتمع الدولي إنه يخبو. اللي زاد بالموضوع، اللي زاد الطين بلا مثل ما بيحكوا، موضوع الكوفيد اللي حتم على الدول أنها تنظر نظرة داخلية وطنية تغلق حدودها، ولكن هذا ما لا يجب أن يكون. لازم أنه نغير المنظومة، هو إدماج بالاقتصاد وليس توطين. عندنا ثلاث خيارات، يا ندمجهم بالاقتصاد يا نرجعهم قسريا على دولهم، وهذا أمر غير مقبول لا دينيا ولا أخلاقيا أنه نعمله، أو نرحلهم لدولة ثالثة وهذا أيضا غير مقبول عالميا. هل هو دبل ستاندرد؟ نعم. كيف المجتمع العالمي الدولي بيحكي لك اعمل open door policy ودخل اللاجئين وما ترجعهم، ولكن ما تبعثهم علي، أنا بدي أسكر حدودي، هل هو hypocrisy نفاق؟ نعم. هل هو دبل ستاندرد معيار مزدوج؟ نعم، ولكن يجب أنك تتعامل معه. قضايا الفساد ستي تم التطرق بالإعلام، ولكن أنا ما في عندي إشي واضح ملموس أين، ما هو الرقم بأي اتجاهات. هذا مجرد بعتقد أنه ممكن، أنه أنا ما عم بحكي أنه صار أو ما صار، ولكنه ممكن نفكر فيها أنه أحد المبررات اللي عماله بضيفها الدولة أو الجهة الداعمة اللي بدها ترفع إيدها من موضوع الدعم تحكي لك أنه في فساد. كل عملية تمويل عن طريق وزارة التخطيط وعن طريق وزارة المالية يخضع لنظام حوكمة متكامل، في تدقيق داخلي وفي تدقيق خارجي من قبل الجهة الممولة، فهي عنوان رئيسي ممكن بعطي مبرر للجهة اللي تدعم
إنها ما تدعم. الأستاذ مازن أنا بتفق مع سيدي، أنا من أكثر المنادين الجملة نحن دولة محدودة الموارد خاطئ، نحن دولة وفيرة الموارد البشرية وطبيعية والمعرفية وحتى المالية. سيدي إحنا مدخرات الأردنيين في البنوك الأردنية 33 مليار دينار قد المديونية، غير عن مدخرات الأردنيين بالخارج. التحدي كيف تدير هذه الموارد بعموميتها ومنها مورد اللاجئين. فأنا أتفق معك 100%. المياه مثل الطاقة موضوع رئيسي، لعل وعسى من خلال، أنا أعتقد فشلنا في إدارته خلال العقود الماضية حتى وصلنا إلى هذه النتيجة، لعل وعسى من خلال المشروع الاستراتيجي الناقل الوطني اللي أنا بأكد أنه هو الاستراتيجية المثلى والأولى لإدارة وحل المياه، أنه هذا التحدي أنه يعالج. وكل الشكر إخواني. نعم دكتور نضال تفضل. أنا مضطر برضو أختصر لأنه ما بدي أحكي، لأنه يعني صار موعد محاضرة وأنا بدي أروح لكلية أخرى يعني. بس كان في سؤال يعني على قضية أنه اللاجئين حين يأتوا هذا حق، يعني حسب حقوق الإنسان يمنع رد أي لاجئ يتعرض حياته للخطر أو كذا. فيعني أي دولة يأتي لها لاجئ، خاصة حين يكون كوضع الأردن وسوريا يعني مجاور، يعني لن يأتي إلى بلد آخر ثم يذهب، هو يقطع الحدود واعتقادا من أنه هو معرض للخطر، فهو مضطر أنه أو الأردن مضطر أن يقبل دخوله. ثم الاتفاقيات التي عقدت مع المفوضية على أساس 6 شهور ولا سنة للبحث له عن موقع آخر أو يعني تسفيره إلى مكان آخر، هذا واضح أنه يعني لم يكن هناك التزاما من المفوضية، لأنه الدول التي ستستقبل ما كان عندها استعداد للاستقبال، واللي هي الدول الغنية، يعني أقل ما يمكن دول الخليج كلها ما استقبلت حدا من اللاجئين لأنه لديها قدرات مالية وعندها استعداد. قضية اللاجئين الفلسطينيين يعني بس أن الوكالة يعني حتى في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حين أنشئت في نص قرارها أنها غير مسؤولة عن اللاجئين الذين يتمتعون بحماية منظمة دولية أخرى، والمنظمة الدولية الأخرى اللي هي الأونروا. يعني منذ البداية قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تخضع للمفوضية السامية للاجئين وليست تحت رعايتها. كل اللاجئين الموجودين في الأردن يخضعون للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ما عدا اللاجئين الفلسطينيين، لأنه في قرار إنشاء المفوضية أنها لا تقوم بدور للمدعومين أو الذين هم تحت رعاية منظمة أخرى، وكان مقصود يعني هذا النص مقصود في اللاجئين الفلسطينيين. بس في ميزة للقضية الأونروا يعني خلينا نختم فيها، إنه تعريف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقول إنه اللاجئ هو من غادر مكان إقامته بسبب تعرضه للاضطهاد أو العنف أو كذا بسبب دينه أو عرقه أو لغته أو كذا. ماشي، هذا اللاجئ حين يأتي إلى الدولة هو اللاجئ لقطع حدود دولته، ما بعد ذلك أولاده أو أحفاده أو كذا قد لا يعتبروا لاجئين لأنه لا ينطبق عليهم تعريف اللاجئ. بينما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لما عرفت اللاجئ الفلسطيني قالوا من كانت فلسطين أرض إقامته خلال سنتين قبل 48 يعني 46 إلى 48 وهم وأولادهم وأحفادهم يعني أبناء اللاجئ يعتبروا لاجئين في مجال تقديم الخدمة لهم واللي هي في الدول المجاورة يعني حددوها. فبالتالي المفوضية السامية ممكن تكون للاجئ اللي خارج نطاق اللي هي لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة كانوا في فترة سابقة، إنه هذه المناطق اللي جوار فلسطين هم وأولادهم وأحفادهم ينطبق عليهم مفهوم اللاجئ حتى لو لم يقطع حدود دولته. فبالتالي هنا يكون في فائدة أو يعني في جانب إيجابي خلينا نقول في تعريف الوكالة للاجئ اللي هو بالنسبة للاجئين الفلسطينيين أحسن من تعريف المفوضية السامية. قضية إنه وكالة الغوث هي للرعاية، اسمها للرعاية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولكن قضية حق العودة هي ترتبط بقرارات دولية، وهنا يعني
موقف الدول العربية سابقاً والموقف الشعب الفلسطيني وممثلي أو كذا، التمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها قرار 194 اللي هو قرار حق العودة، أو حتى ما بعده من قرارات اللي هي تلزم الطرف الإسرائيلي على أنه يسمح بعودة اللاجئين. والأردن كدولة حتى الآن بتقول أنا هؤلاء هم مواطنين ويحملون الرقم الوطني، ولكن من حقي أن أطالب بحق العودة لهذه الجماعات لأنه هذا حق سياسي وهذا حق ناتج عن اغتصاب أرضهم ومصادرة ممتلكاتهم وغيره. وشكرا لكم، وأسف أنا مضطر أمشي يعني. شكرا دكتور. يعني أنا بدي من كلامك يعني أختتم هذه الجلسة اللي كانت مميزة بحضوركم جميعا. بدي أشكر معالي الدكتور أحمد دوغان الهنداوي عضو مجلس الأعيان ووزير الصناعة والتجارة الأسبق وخبير استشراف المستقبل والجودة الإدارية والمؤسسية. بدي أشكر سعادة الدكتور نظام بركات أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، أيضا كل الشكر والتقدير للأستاذ جميل النمري عضو مجلس الأعيان والكاتب الصحفي، وللدكتور خالد الوزني أثريتم هذه الجلسة. الحضور الكريم اللي كان لحضورهم والوقت اللي خصصوا لهذه الجلسة يعني أثر كبير بنجاحها. شكرا جزيلا للجميع، نرحب دائما بمشاركاتكم باقتراحاتكم بكل ما ترونه مناسبا لدعم أنشطة المركز ودراساته وبحوثه ودوره الوطني الهام. شكرا جزيلا، شكرا للجميع، شكرا للزميلة الدكتورة فداء العبادي على الجهد الذي بذلته في الإعداد لهذه الجلسة وفي مساهمتها بإدارة الجلسة. شكرا للحضور الكريم مرة أخرى، وشكرا وإلى أن ألقاكم في نشاط قادم إن شاء الله بالتأكيد باسم المركز وإدارة المركز متمثلة بالدكتورة ريم الخروف، وباسم جامعة اليرموك ورئاسة جامعة اليرموك ممثلة بالأستاذ الدكتور إسلام مساد رئيس الجامعة. نتوجه بالشكر والتقدير لكل من كان سببا في نجاح هذا النشاط. بارك الله في جهودكم وشكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا، كلما قلت شكرا كلما كنت مقصرا. تستحقون يعني آلاف رسائل الشكر على هذا الوقت الثمين، على هذه الملاحظات المهمة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور طارق على كل الجهد والعرفان لك، ممتنين جدا على هذه الندوة الرائعة. شكرا لكل الحضور الذين كانوا معنا، بوركت جهودهم وبوركت إجاباتهم الرائعة، ونراكم إن شاء الله لاحقاً في موضوع شيق وعملي من واقع الأردن وواقع ما نعيشه في الأردن. شكراً جزيلاً لكل الذين استمعوا لنا أيضاً وتابعونا وشاركوا معنا. شكراً جزيلاً، كل الشكر على الدعوة الكريمة، كل الشكر إخواني وإخواتي، الله يعطيكم ألف عافية. شكراً جزيلاً دكتور. كل الشكر.